حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي. يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم جميعا في حلقتنا النهاردة اللي بطبيعة الحال لن تخلو من الحديث عن انطلاق بطولة الدوري في الموسم الجديد ونقطة الانطلاق الأهلوية. بالنسبة لنا احنا الموضوع بيبتدي النهاردة إن شاء الله في لقاء مهم جدا بيجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي، اللقاءات اللي دايما بنشوف من خلالها كورة حلوة، فإن شاء الله أكيد هنتكلم مع حضراتكم عن كتير من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك هنا. صباح الخير يا كريم، صباح الهنا وصباح الرزق وآخر الأسبوع، ويعني دايما آخر الأسبوع وبداية الأسبوع بنحب نبدأ بحاجة كويسة ونختم بحاجة كويسة. بدأنا هذا الأسبوع فعلا بأخبار رائعة جدا، إن شاء الله نختم كمان هذا الأسبوع ونبدأ الأسبوع الجاي ونقول برضو صباح النصر زي ما احنا متعودين. مباراة في غاية الأهمية زي ما كريم كان بيتكلم النهاردة، بداية بقى يعني زي ما بيتقال كده أو ضربة البداية في الدوري المحلي مع الأهلي، وبدايتها للسنة الثالثة على التوالي مع الإسماعيلي. هتقول بقى قضاء وقدر، هتقول دي صدفة، هتقول مش صدفة، الله أعلم، بس المهم إن احنا للسنة الثالثة على التوالي وده كمان الموسم الثالث بنتكلم ان احنا البدايه مع الدوري مع الاسماعيلي، نادي تقيل جدا. خليني اقول لحضراتكم 11 صفقه تقريبا جديده، فانت بتتكلم عن اسماعيلي برضو احنا لسه ما نعرفوش، يعني اللي يقول لك التجربه الموسم ده هتبقى زي اللي فاتت واللي قبلها قول له لا، احنا لسه ما نعرفش الاسماعيلي عامل ازاي. بلس ان احنا كمان كنادي اهلي يا كريم احنا بدايتنا برضو الموسم ده ان شاء الله مختلفه، بس مختلفه للاحسن، مش مختلفه لحاجه وحشه. الحمد لله عندنا 3 صفقات، عندنا 3 اعارات رجعت لنا بالسلامه، حاله اللعيبه افضل، في تركيز افضل، في روح معنويه افضل، فبتتكلم عن برضو اهلي بشكل مختلف. فهنشوف النهارده باذن الله مباراه رائعه جدا. امبارح كان في 3 ماتشات برضو في غايه الاهميه هنتكلم عنهم في بدايه طبعا موسم الدوري المحلي، بس خلينا على كل حال ننوه بس في الفقرة الأولى حينورنا كابتن أحمد سلامة مهاجم منتخب مصر السابق، هنتكلم بقى في كل الملفات دي معاه، وفقرة أخرى مع دكتور علاء الدين أحمد وملف آخر حول ملف السمنة والصحة العامة. بس خلينا نبدأ بقى قبل ما نخش في أخبارنا بالخبر الحلو اللي كان امبارح ويعتبر حصري أول برنامج بيتكلم عنه طبعا في قناة الأهلي، التيشيرتات. طبعا الموضوع ده كان اثار جدل واسع الفتره الاخيره، وناس كتير كانت بتتكهن، وسمعنا اسماء كيانات وكل اسم كان يعني بيتقال او بيتم طرحه وخصوصا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كان بيبقى دايما في تاكيدات كبيره جدا على ان ده الفاينل يعني، لكن الحقيقه الموضوع اختلف تماما. اعلن النادي الاهلي ان شركه اتصالات مصر هي الشريك التكنولوجي وايضا الراعي الرئيسي للنادي لمده 4 سنوات قادمه. جاء ذلك في اطار استراتيجيه نادي قرن الجديده لتسويق حقوق الرعايه بالتعاون المثمر مع الشركه المتحده للتسويق الرياضي، وحرص الشركة كمان العملاقة التي حققت نجاحات تكنولوجية رائعة في السوقين المصري والعربي على تقديم خدمات مبدعة في مجال الاتصالات بجانب توسيع قاعدة انتشار علامتها التجارية، وأيضا استثمار الشغف الكبير لجماهير النادي الأهلي لمتابعة ناديها في تجربة تكنولوجية فريدة تحت شعار بنحب الأهلي. وطبعا في المقابل بيسعى النادي الأهلي صاحب البطولات والإنجازات التاريخية على كافة المستويات لاستثمار علامته التجارية القوية في الاستمرار في تفرده في إنجاز عقود تسويقية تحقق طموحات أعضائه وجماهيره العظيمة، وطبعا تمنياتنا بكل التوفيق. احنا لازم نقول ألف مبروك، واتصالات كراعي كريم جديد للنادي، هو مش جديد قوي، رجع المرة تانية طبعا زي ما حضراتكم عارفين رجع لنا مرة تانية، وشركة محترمة جدا تتكلم في 4 سنين طبعا بعقد محترم برضو، ففي قصة نجاح على يعني الصعيدين زي ما بيتقال. اتصالات دايما بتبقى حريصة ان هي تقدم كل او تذلل كل الصعوبات على النادي الأهلي وعلى المستخدمين وعلى العملاء بتوعها، لا شركة محترمة جدا، إن شاء الله يبقى 4 سنوات قصة نجاح على الأهلي وعلى اتصالات. وفي نفس الوقت السلوجن عجبني جدا، أنا بتكلم السلوجن بتاعهم بنحب الأهلي، أعتقد كلنا بنحب الأهلي وبنحب صحيح. أي حد بيحب الأهلي، فبالتوفيق إن شاء الله. كان لازم إن احنا نبدأ بالخبر ده زي ما كنا بنقول، وزي ما كريم اتكلم في الأول يعني ناس كتيرة كانت منتظرة هو التيشيرت الجديدة بتاعت النادي الأهلي نازلة إمتى ومين هيكون الراعي الرسمي ليها. فالف مبروك، وده خبر حلو ان احنا نبدا بيه. خلينا بقى ننتقل ليه دلوقتي، يلا نخش على الدوري يا حضرات. وطبعا احنا ابتدينا الدوري امبارح، واول مباراه هتكون للنادي الاهلي النهارده زي ما كنا بنتكلم، طبعا هيكون لقاء قوي امام فريق قوي هو
فريق الإسماعيلي. طبعا كلنا متعطشين ونفسنا بقى نرجع نشوف مرة تانية كرة حلوة بتتلعب في أرض الملعب، وكمان نشوف نتيجة كويسة مرضية وحصد الثلاث نقاط لفريقنا في مشواره الطويل لاستعادة اللقب المحبب لكل جماهيره في كل مكان، وهو لقب الدوري، يعني أحب الألقاب إنجاز التعبير. وبالمناسبة حابين برضو نوجه رسالة لكل الجماهير اللي هتحضر من الطرفين، إحنا عايزين كل مشجع موجود في الاستاد يكون على قدر المسؤولية، كل شخص بيشجع فريقه فقط دون النظر للمنافس، عشان عايزين يبقى في كام ماتش كده كمان ونلاقي عدد الجماهير بيزيد في الملعب، بدل ما كانوا 5 بقوا 6 بالفعل، وبعد كده ممكن يبقوا 10 يبقوا 20، نرجع تاني للأرقام الكبيرة والأجواء الحلوة اللي كلنا يعني فعلا بنفتقدها جدا في المباريات. عايزين كمان من الآخر نشوف ملاعبنا زي ملاعب أوروبا في كل شيء، فنيات في الملعب، هتافات جميلة، تشجيع راقي، بعد الماتش الموضوع بينتهي، ومش بنتكلم في حاجة غريبة الحقيقة، ده اللي تربينا عليه، ويا ما شفنا ماتشات زمان، ده في فترات زمنية حضرات كان بيبقى في أي مباراة بين أي فريقين تلاقي جماهير الفريقين قاعدين مع بعض في مدرج واحد، فين الأيام الحلوة دي؟ أو في الأفلام زمان يا كريم تشوفيها والله ما تبقيش عارفة مين بيشجع مين، فاهمة إزاي؟ لكن مش عارف، نرجع ونقول إحنا بنتطلع للأفضل وبنتطلع للصورة المثالية اللي بتتماشى كل التماشي مع فكرة الروح الرياضية، عشان نشوف استاداتنا منورة وماتشات حلوة نستمتع بمتابعتها ومشاهدتها. كلام محترم جدا على فكرة، ويعني على كل حال في الأول وفي الآخر هنرجع نأكد هذه النقطة، لا أنت لو ما التزمتش أنت اللي بتدفع الثمن، يعني الجماهير هي اللي بتدفع الثمن في الأول وفي الآخر، اللي هو إحنا لو إحنا ما التزمناش وكانت أو كان المشهد مش كويس خلاص، أنت انسى بقى أن فكرة هنا المطالبة بزيادة عدد الجماهير وغيره، لأن الشغب والمشاكل والحاجات اللي بتحصل من هتافات مش ألطف حاجة ضد الفرقة الأخرى، أعتقد دي مشاهد كلها لنفسنا يا كريم تبقى في الماضي، لأن ملهاش مكان ما بيننا دلوقتي، وأنت بتتكلم في يعني دولة جديدة وبتتكلم في تطور وبتتكلم في حداثة، فمش ممكن نكون بنتطور وعلى الصعيد الآخر أخلاقنا واحدة. وتاني هرجع أقول إحنا اللي هندفع الثمن بنفسنا، محدش هيجي يدفع الثمن مكاننا، إحنا اللي هنتحرم من إن إحنا نقعد بأرقام كبيرة او فكرتنا عوده الجماهير والمشهد اللي احنا كلنا بنتمناه بقالنا فتره طويله، وحقنا على فكره برضو على الصعيد الثاني حقك كجماهير تبقى متواجد وبتشجع الفريق اللي انت عايزه، ده مطلب يعني بسيط، بس عشان يتحقق لازم احنا كمان يبقى علينا دور، فان شاء الله يبقى المشهد متحضر يليق بالبلد، لان ده شيء ما فيهوش رفاهيه امر اخر. وعلى كل حال نتمنى برضو ان احنا نشوف مباراه وفوز جيد. انا دايما لما باجي اتكلم يا كريم بقول مش بس عايزين سكور، انا من اصحاب المدرسه دي، انا عايز اشوف الفريق اللي انا بشجعه طبعا بيفوز، بس على الصعيد الثاني عايز اشوف كوره حلوه، عايزين نشوف كوره حلوه، خصوصا ان انت بتتكلم انت عندك مدير فني جديد، فمدير فني جديد وبدايه جديده وعوده مره اخرى والروح بترجع علينا وغيره وغيره، يبقى انا عايز اشوف بقى ايه على الارض كل ده بيترجم. على كل حال خلونا نستعرض مع حضراتكم برده كده ونروح للغه الارقام شويه تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري. هم التقوا في 121 مباراه، الاهلي فاز في 63 والاسماعيلي فاز في 22، اتعادلوا في 36 مباراه. طبعا في فرق، في جاب يا كريم كبيره جدا أكيد. بس برضو ده ما يمنعش احنا ما عندناش حاجه اسمها منافس تقيل ومنافس ضعيف، ما فيش الكلام ده. الاسماعيلي برضو زي ما كنت بقول لحضراتكم دعم صفوفه ب 11 تقريبا صفقه، وهو كده كده حتى قبل تدعيم صفوفه هو نادي تقيل يا جماعه وله تاريخ كبير جدا، لكن احنا دايما بنقول الملعب هو المقياس، ما فيش تاريخ مباريات فقط، الاهلي عودنا على كده، دي السياسه بتاعتنا. خلينا نقول لحضراتكم كمان على حصيله الاهداف بين الفريقين، الاهلي سجل 172 هدف، الاسماعيلي سجل 92 هدف، برضه في جاب بس مش ده اللي هيكون المعيار في الاول وفي الاخر. الاسماعيلي طول عمره بيتقال عليه برازيل مصر يا حضرات، وطول عمرنا في كل الازمنه المتتاليه والمتعاقبه بنشوف كوره حلوه دايما من فريق الاسماعيلي، ايا كان اسماء السكواد بتاعه في المرحله اللي هو كان بيلعب فيها المباراه اللي احنا بنتكلم عليها، او اي مباراه في اي زمن من الازمنه. الاسماعيلي فريق تقيل، ومهم كمان نقول ان الاسماعيلي معاه مدرب يعني كبير جدا، هو جاري دو طبعا المدرب الاسباني صاحب الفكر المتميز، واكيد مش هننسى ابدا انه كان في وقت من الاوقات هو مدرب للنادي الاهلي، وحصد معاه كمان بطوله الكونفدراليه لو تفتكروا حضراتكم في 2014، ومين ينسى هدف متعب في البلاس 90 في نهائي الكونفدراليه، يعني كان ماتش ما يتنسيش الحقيقه. وجميل كمان لما يكون مدرب مشي بس سايب ذكرى حلوه وجميله معايا يعني معانا كجماهير النادي الاهلي، ان شاء الله كلنا نستمتع بماتش حلو النهارده.
يا ريت يا كريم، ونرجع بقى كده ونشوف دوري كمان ساخن زي ما بيتقال. مش عايزين دوري برضو اللي انت تنافس نفسك فيه قوي وتحس ان مفيش منافسه، او حتى يبقى دوري صعب عندك فيه ظروف صعبه طبعا زي الموسم اللي فات ده، اكيد شيء كلنا ما نتمناهوش. طيب عايزين كمان نتكلم عن ان هيكون في منافسه جيده كمان بين الصفقات هنا وهنا زي ما احنا قلنا لحضراتكم. لعيبه الاهلي سواء احنا بنتكلم ناشئين او تم تصعيدهم يعني، او رجعوا من الاعارات او رجعوا من الاصابات، هتخلي الى حد ما برضو عندك سكواد كامل مختلف تماما عن الموسم اللي فات. لمسنا ده يمكن في البدايه كمان اللي فاتت، اتكلمنا عن افريقيا، شفنا ضربه البدايه كانت اكثر من جيده. كمان على الناحيه الثانيه زي ما انا كنت بتكلم وباكد مره ثانيه، الاسماعيلي نازل بشكل مختلف تماما، صفقات مهمه جدا برضو انضمت ليه، ابرزهم يمكن صالح جمعه، حمدي النقاز، وفي يمكن اكثر من كده كمان صفقات، انا مش عارفه تقريبا 11 صفقه حسب معلوماتي بالظبط، تقريبا فريق جديد. يعني هو جاب فريق جديد بالظبط، فهنشوف مباراه حلوه. نتمنى بس تاني هرجع اكد ده، مش عايزين فوز فقط، احنا عايزين فوز وعايزين على الارض يكون في لعب حلفه، ده اللي احنا منتظرينه النهارده باذن الله يتحقق على الارض. ونيجي بقى يوم الاحد يا كريم نشوف القصه دي. بس على كل حال امبارح برضو انت لو تابعت المباريات كانت مباريات قويه جدا، كان في مشكله صغيره كده في ماتش البنك الاهلي، ما شفتش تاني للأسف. احنا بنخش كل موسم ونبقى بنتكلم ان احنا عايزين الموسم ده نخش بطريقه جديده او بظروف افضل من الموسم اللي فات. يعني داخلين الموسم ده وقلنا يا رب رقم واحد ما يبقاش فيه ضغط مباريات، وتبقى يعني الجداول محطوطه، وتبقى انت فاهم يا كريم بتلعب ايه امتى، مش اللي هو انت بتخش تلعب وما انتش عارف المباراه بتاعتك امتى، طب البطوله دي امتى. لا طبعا شيء سخيف جدا. الحاجه الثانيه ان انت برضو الاخطاء التحكيميه اللي انت اتكلمت فيها اكتر من مره، ورحت جبت راجل اجنبي طبعا كلايتنبرج وله قيمه كبيره جدا وتجارب عديده اخرها زي ما كنت بتكلم اليونان وقد ايه برضو طور هذه المنظومه هناك، لكن ترجع تقول تاني ما زال هناك اخطاء تحكيميه. امبارح كان في خطا تحكيمي عجيب في مباراه البنك الاهلي، هنتكلم فيها على كل حاجه مع كابتن احمد كل حال يعني مع كابتن احمد سلامه. بس واضح ان احنا داخلين هذا الموسم برضو ببعض المشاكل من الموسم اللي فات، لسه ما اتحلتش، لسه ما خلصتش، لسه احنا مستمره معانا، فيعني دي نقطه مش حلوه بصراحه. الظاهر كده يا نهاوند والله اعلم ان الاخطاء التحكيميه وهرتله الفار انجاز التعبير اصبحوا جزء لا يتجزا من المنظومة بشكل عام، يعني وكأنها بقى فرض علينا، يعني وكأنها عجبة شيء عجيب ان احنا نستعين بحاجة اسمها الفار اللي المفروض ان هي اتوجدت في الحياة عشان احقاق الحق وعشان تعطي كل ذي حق حقه، ما تبقاش هي شخصيا هي نفسها مصدر لجدل، ولدرجة ان احنا وصلنا لمرحلة ان ما بقاش كمان يعني بقت مشكوك فيها يعني انجاز التعبير. فطبعا شيء مؤسف جدا، نتمنى ان عمليه الاصلاح اللي ابتدوا فيها كل الاشخاص المعنيين عن المنظومه الرياضيه بين قوسين ولا سيما المنظومه التحكيميه، نتمنى ان تؤتي ثمارها ونلاحظ فرق كبير ملحوظ الفتره اللي جايه سواء في الدوري او في غيره، عشان ما نبقاش بنضيع في عمرنا في اننا بنتكلم في اخطاء تحكيميه. لا احنا كبرنا على الكلام ده، انت مش بتضيع بس في عمرك، انت بص يعني والله العظيم الواحد اوقات بيتفرج، لو واحد من عشاق يعني كره القدم تيجي تتفرج مش بس بتضيع عمرك، انت دمك بيتحرق، بتحس ان في ظلم. الظلم التحكيمي ده شيء صعب جدا، خصوصا لما بيبقى بشكل مبالغ فيه او شكل ظاهر بشكل كبير جدا يا كريم، لان لا الموضوع مش بسيط. الاخطاء التحكيميه تاني هنرجع نقول هي مقبوله عالميا لو بنسبه 10%، وشفنا ده يمكن في على فكره في الدوري الانجليزي يعني مؤخرا هذا الموسم في اخطاء تحكيميه كتيره جدا في الدوري الانجليزي، وده عليه علامه استفهام على فكره بالمناسبه يعني. لكن على كل حال انت ممكن تقبلها لو هي بنسبه معينه، اكتر من كده بيبقى الموضوع فيه مشكله. فعلى كل حال دي كانت امبارح، او دي كانت ظاهره امبارح، نتمنى ان ما يكونش عندنا طبعا مشكله في مباراه النهارده. انا مش عارفه بالظبط مين اللي هيحكم، هنتكلم في كل التفاصيل دي مع طبعا كابتن احمد سلام عشان نعرف برضو الطاقم التحكيمي للمباراه. بس سو فار اللي انا اعرفه هو كابتن محمد عادل يعني طبعا الحكم الكبير، لكن هنتاكد وهنعرف برضو التفاصيل اكتر. طيب خلينا مبدئيا نعرف حضراتكم القايمه النهائيه اللي هتشارك في لقاء النهارده. القايمه بتضم كل من محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود متولي، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، ايمن اشرف، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، حسام حسن، محمد مجدي قفشه، شادي حسين، علي معلول، محمد عبد المنعم، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني. يعني الحقيقه جزء كبير من الاسماء اللي انا بقول لحضراتكم عليها كان وحشنا الحقيقه، يعني قعدوا فتره طويله غايبين يعني لدرجه ان يعني فعلا وحشونا. فنتمنى بقى ان شاء الله نشوف ماتش قوي مره ثانيه، كل التوفيق لفريقنا. بص هو في منهم اللي وحشنا
وفي منهم لان طبعا كان عنده اصابه او غيره، وفي منهم اللي كان موجود يا كريم لكن انت ما كنتش حاسس بوجوده. هي دي النقطه، ان انا اللاعب بتاعي كان موجود زي ما كنت بقول لك في تقريبا اول الاسبوع ده او نهايه الاسبوع اللي فات، بقول لك المشكله عندنا ان احنا ما كناش شايفين اللعيبه، لكن بعد العوده مره ثانيه وزي ما بيتقال كده الكامباك السريع اللي حصل، وتحديدا البدايه مع الاهلي واتحاد المينستيري وضربه افريقيا اللي كانت اكثر من رائعه بالمناسبه، انت ابتديت تشوف حسين الشحات، حسين الشحات مثلا، قفشه قفشه، يعني اللعيبه بتوع حتى الشناوي، يعني انا عايزه اقول لك بجد انت في استعاده مره ثانيه للروح بجد. لا انت شفت اللاعب هو ده، لكن الاول ما كناش عارفين مين دول بصراحه، يعني بجد كنت الموسم اللي فات بتشبه علي. يعني هو ده قفشه، هو ده علي معلول، هو ده فلان، ما كانش دول، ما كانوش اللعيبه بتاعتنا. بس على كل حال اسباب كانت كتيره جدا، ما اقدرش برضو الوم اللاعب لوحده، كان في اسباب كتيره صعبه، لكن على كل حال الموسم ذهب بما يحمله من مآسي. احنا بنتكلم دايما دلوقتي في بدايه جديده، وعلى كل حال تاني اللي حصل الموسم اللي فات واللي قبله اعتقد هو باذن الله لن يتكرر مره ثانيه، ان هو احنا مش واخدين على كده كريم، بيحصل كل يعني 20 سنه تقريبا، يعني لو هنتكلم عن الدوري تحديدا الاهلي عمره ما خسروا سنتين او موسمين ورا بعض الا كل 20 سنه، او مش كل هي من 20 سنه يعني، فظاهره وهتعدي. بس على كل حال يعني انا سعيده بان انا بشوف اللاعب بتاعي والفريق بتاعي بيستعيد مره ثانيه الروح بتاعته والتالق، دي نقطه اعتقد في غايه الاهميه ان احنا نشوفها النهارده. بقى هيفرق جدا، انا من الناس اللي هيفرق معايا جدا يا كريم البدايه، لو انت متفق. أكيد. لا يعني انا ما كانش يهمني قوي ضربه البدايه في افريقيا على قد ضربه البدايه مع الدوري، فايدينا على قلوبنا بس باذن الله تعدي على خير او افضل شيء يعني. عموما معظم الاسباب اللي ادت للي انت كنت بتتكلمي عنه واللي كنا بنشوفه الموسم اللي فات بصفه خاصه، الحقيقه اغلبها ما كانش كلها خارجه عن اراده اللعيبه، يعني كلها اسباب حتى المنطق كان غايب عن معظمها. يمكن وده بيخلينا نقول مره ثانيه، يمكن قد يكون ده قدر لعيبه النادي الاهلي بحكم ان هم لعيبه في النادي الاهلي، فهم لازم يكونوا بيشاركوا تقريبا في كل البطولات المتاحه سواء محليا اقليميا او حتى دوليا، جزء من الضريبه اللي لعيبه النادي الاهلي لازم يدفعوها. ولكن كالعاده قماشه اللعيبه بتاعتنا مهما الظروف قسيت عليهم، مهما كانوا مضطرين يخوضوا في لا منطق في بعض الاحيان، لكن قماشتهم بتسمح ان احنا نبقى متاكدين، ما عندناش ذره شك ان بعد فتره ثانيه حتى لو كان في كبوه، حتى لو كان في تعثر، ايا كانت اسبابه، لا بيرجعوا مره ثانيه يقفوا على رجليهم ويرجعوا ثاني يخلونا نتفرج ونستمتع بادائهم المعهود اللي يليق بلاعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي. خلونا بقى نروح لرابطه الانديه المحترفه اللي قررت اعتماد جائزه افضل لاعب في كل مباراه في الدوري الممتاز. تقرر بالفعل ان يتم تخصيص جائزه من قبل شركه بريزنتيشن سبورت لهذا اللاعب، اكيد اكيد هتبقى برضو فيها حافز كبير لكل لاعب، فكره ان واحد يعني يعمل اللي عليه واكتر ويستمد في ارض الملعب، عشان مش عشان يحصل على الجائزه بس عشان يؤدي الدور اللي هو المفروض يؤديه. فان شاء الله تبقى تكون يعني اضافه، التاتش ده يكون اضافه حلوه الفتره الجايه باذن الله مثلا. طيب خليني اقول لحضراتكم برضو خبر اخر مختص برابطه الانديه اللي اعلنت موعد انطلاق النسخه الجديده من بطوله كاس الرابطه اللي بينظمها بشكل جديد. الدور التمهيدي من البطوله هتنطلق مفروض يوم 19 نوفمبر القادم، على ان تقام مفروض منافسات دور ال 16، هتبقى ايام 25 و26 و27 من نفس الشهر. اما بقى بنتكلم عن منافسات دور ال 8 فهتقام من 16 ل 20 مارس المقبل، 20 طبعا 23. بالمناسبه برضه خلينا نقول ان عامر حسين عضو رابطه الانديه المصريه كان اعلن قبل كده ان هو هيتم تعديل، لان احنا النظام القديم خلاص يعني هيبقى فيه نظام جديد لبطوله كاس الرابطه النسخه اللي هتقام بالنظام هنا بقى خروج المغلوب يا كريم، خلاص مش هنبقى بنستمر، هيبقى اللي بيتغلب بيخرج، ومش بالنظام هنا فكره دور المجموعات زي النسخه اللي احنا شاهدناها السنه اللي فاتت. ربما ده يكون على فكره افضل، انا مع القرار ده بصراحه، انا شايفاه هيكون افضل بكتير. فدي اخر الاخبار ودي التواريخ بس كنا حابين برضو نطلع حضراتكم عليها. طيب تعالوا بقى يا حضرات نروح لفريق رجال كره اليد في النادي الاهلي اللي فاز على فريق مضر السعودي بنتيجه 30-36 في اول مواجهاته بكاس العالم للانديه سوبر جلوب المقامه في المملكه العربيه السعوديه. من المقرر ان فريق الاهلي مع بنفيكا هيلتقوا بكره ان شاء الله في لقاء اكيد هيكون قوي جدا، بالتوفيق لرجالتنا ولفريقنا. وما ننساش نشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده في المملكه العربيه السعوديه، رابطه محبي ومشجعي النادي الاهلي اللي تواجدوا وشجعوا، وكان حضورهم مش مجرد لافت للانظار، ده كان حضور طاغي طوال احداث اللقاء، ما هديوش ثانيه واحده
في يعني هذا اللقاء حاجه تفرح فعلا. وكالعاده النادي الاهلي الناس اللي بتحبه يعني هي مش مجرد محبه، دي ناس بتتنفس النادي الاهلي انجاز التعبير، ناس ممكن تبذل كل ما هو غالي ونفيس لمجرد ان هي تتواجد وتسمع صوتها للعيبه علها يعني تستنفر ونشوف نتيجة التشجيع الدؤوب ده أداء مرضي، وده اللي دايما بيحصل الحقيقة. تحية كبيرة جدا لجماهير النادي الأهلي في كل الرياضات وفي كل مكان، حقيقي حقيقي يعني أنتم بتسعدونا دايما بالشطات واللقطات الجميلة اللي بنشوفها دي. بص أنا فكرة هنا كأس العالم للأندية طبعا لليد، وفكرة إن احنا امبارح كنا لسه بنتكلم عنها ومبسوطين إن النادي الأهلي بيمثلنا في هذه البطولة، وإن هما متواجدين طبعا مع المهندس محمد السراج اللي متواجد طبعا من مجلس الإدارة مع الفريق، وقعدنا نقول امبارح إن شاء الله نفوز، وبنيجي النهاردة نقول الحمد لله إن احنا فزنا. تمثيل أعتقد محترم جدا، كان امبارح برضو اتكلمنا في عدد الحضور، كان مفروض 500 شخص من طبعا المصريين يعني، بعد كده بقى 1000 شخص، بس المشهد اللي احنا دلوقتي كنا بنعرضه برضو اعتقد مشهد رائع جدا. والحاجة الحلوة ان انت فعلا في اي دولة في العالم، يعني اي دولة على الكرة الارضية، لو في حاجة للاهلي مقامة، مش شرط بس كرة القدم، اي رياضة الاهلي لو بيمثل اي حاجة في دولة ما، هتلاقي هناك المشجعين وهتلاقي هناك الناس اللي هتقف مع النادي الاهلي حتى لو باعداد بسيطة، بس احنا موجودين في كل انحاء العالم، ودي حاجة ما فيهاش شك، ودي نقطة حلوة. فمبروك علينا كبداية، طبعا لسه عندنا ماتشات كتيرة جدا ولسه في مهام صعبة، لكن احنا قدها. ودايما انا بقول البداية لما بتبقى كويسة الدنيا بعد كده بتبقى أفضل، لكن البداية لما بيبقى فيها تعثر شوية ربما ده بيؤثر إلى حد ما، حتى مش بشكل فني، ممكن بشكل معنوي. فاحنا الحمد لله كده ماشيين أعتقد كويس جدا. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكم مره ثانيه، تعالوا يا حضرات نروح ونتعرف على اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه مريم سميح، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الخيرات عليك يا مريم، اتفضلي احنا سامعينك. صبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا جولتنا النهاردة هيكون فيها مختلف الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، الفرق الرياضية الأخرى طبعا، وأيضا يعني أنشطة اللجان الخاصة بالنادي الأهلي. ولكن خليني الأول طبعا أضم يعني صوتي لصوتكم وأبارك لأكيد فريق ياد الأهلي طبعا بمناسبة فوزه على مدر السعودي، وطبعا أكيد هيكون في مباراة هامة غدا إن شاء الله أمام بنفيكا البرتغالي في تمام الساعة 4:15، وده طبعا هيكون بطاقة التأهل إن شاء الله، أو هيحسم التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية سوبر جلوب. وكمان خليني أقول لكم كده، يمكن إحنا النهاردة منذ تواجدنا من الصباح الباكر داخل النادي الأهلي بالجزيرة، الحقيقة إن كان في توافد كبير جدا من الأعضاء. خليني أقول أنا ليه بذكر يعني توافد الكبير من الأعضاء، لأن الحقيقة يمكن اتكلمنا معاهم أو اتكلمت معاهم بشكل شخصي في توقعاتهم لانطلاقة النادي الأهلي طبعا في بطولة الدوري، أو يعني الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الممتاز طبعا نادي الأهلي أمام الإسماعيلي. والحقيقة أن في توقعات كتيرة جدا بتدور ما بين يعني كلها طبعا أكيد رايحة لاتجاهات فوز النادي الأهلي على الإسماعيلي في أولى مبارياته في بطولة الدوري، ولكن يمكن التوقعات كانت كلها بتدور حول 2-0 3-0 وأيضا 4-0، فيعني إن شاء الله يكون الفوز هو حليف النادي الأهلي إن شاء الله النهاردة في أولى مبارياته في بطولة الدوري الممتاز. وبذكر طبعا فوز يعني فريق يد الاهلي، طبعا الحقيقه ان جميع الفرق الرياضيه الاخرى حققت انجازات كبيره جدا يعني مساء امس في جميع البطولات. الحقيقه خلينا نبدا باليد، واستكمالا لفوز يعني رجال يد الاهلي، الحقيقه ان ناشئات يد الاهلي كمان حققوا فوز مهم جدا طبعا، مواليد 2006، ده طبعا على نادي مدينه نصر بنتيجه 41-25، ده طبعا في منافسات بطولة منطقة القاهرة. أيضا شباب ياد الأهلي مواليد 2002 حققوا الفوز على جزيرة الورد بنتيجة 33-22، ده طبعا في منافسات بطولة دوري المرتبط. ده طبعا خلينا ننتقل أيضا
للسلة وإنجازاتهم. الحقيقة أن سيدات سلة الأهلي حققوا الفوز على مدينة نصر بنتيجة 25 حقيقة، فرق سكور كبير جدا، والحقيقة أن كانت مباراة يعني سيطر عليها سيدات سلة الأهلي بشكل كامل إلى وصلت النتيجة ل 75-25، ده طبعا في منافسات بطولة الدوري المرتبط. أيضا يعني بنات سلة الأهلي 16 سنة حققوا الفوز أيضا على مدينة نصر بنتيجة 36-35 في منافسات بطولة الدوري المرتبط. وأخيرا يعني يمكن سلة الأهلي أو يعني شباب سلة الأهلي 18 سنة حققوا الفوز على نادي الطيران بنتيجة 67-30، أيضا هو برضو سكور كبير جدا في هذه المباراة، ده طبعا في منافسات بطولة منطقة القاهرة. وزي طبعا ما احنا بنهتم بالألعاب الجمعية في النادي الأهلي، أكيد طبعا احنا عارفين أن النادي الأهلي دايما يعني بيكون سبب في إخراج العديد من الحقيقة الأبطال الفرديين، وده اللي هنتكلم عنه في الخبر المقبل. الحقيقة طبعا أن جميلة أشرف لاعبة الكاراتيه بالنادي الأهلي حققت إنجاز كبير جدا وإنجاز مميز طبعا في بعد حصولها على المركز الخامس في بطولة اسطنبول الدولية المفتوحة بتركيا في منافسات الكاتا، وده طبعا في أول مشاركة للاعبة جميلة أشرف في بطولة دولية. وكمان يعني يمكن الإنجاز ده جه بعد مشاركة جميلة في هذه البطولة. الحقيقة أن الإنجاز الأكبر أن منافسات الكاتا دي تحت السبع سنوات، والحقيقة أن جميلة أشرف لسه لم تتم ست سنوات بعد، وهي أصغر لاعبة في هذه المنافسات أو منافسات الكاتا على التحديد. والحقيقة طبعا أن يعني مجلس إدارة النادي الأهلي وبالتحديد يعني جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي اتمنوا طبعا يعني التوفيق لجميلة أشرف في كل خطواتها المقبلة، لأن الحقيقة طبعا بدايتها مبشرة. الحقيقة زي ما احنا قلنا أن هي لم تتم بعد الست سنوات، فأكيد هتحقق إنجازات كبيرة جدا خلال السنوات المقبلة. أخيرا بقى ننتقل لأنشطة اللجان. طبعا لجنة الشباب تحت إشراف اللجنة العليا للجان وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي أعلنت الحقيقة عن بطولة عائلة النادي الأهلي للبلاي ستيشن. الحقيقة أن البطولة دي هتقام بعد غد الجمعة طبعا في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، وهتبدأ في تمام الساعة 5 مساء، وطبعا أكيد هتكون بطولة مميزة لأن الحقيقة يعني جديدة أو فريدة من نوعها بالنسبة للجنة الشباب، اللي طبعا أكيد كل يعني الأنشطة بتاعتها بتكون جديدة جدا في طبعا أنشطة النادي الأهلي. طبعا دي كانت كل أخبارنا المتعلقة برياضة الأخرى وأنشطة اللجان، وطبعا زي ما أنا قلت في البداية بنتمنى الفوز للنادي الأهلي النهاردة على الإسماعيلي، وبنتمنى طبعا أكيد تأهل يعني رجال يد الأهلي غدا إن شاء الله على بنفيكا البرتغالي وتأهلهم لنصف نهائي بطولة سوبر جلوب إن شاء الله. وبنشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة، جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح. ودلوقتي نروح بقى مع حضراتكم لأهم المانشيتات في الصحافة الرياضية. النهاردة هنقراها عبر السكايب مع الأستاذ محمد مصطفى الناقد الرياضي، وهنتابع أهم الأخبار كمان الرياضية المختلفة في الصحف المحلية والعالمية. يا أستاذ محمد صباح الفل على حضرتك. طيب انا هعلي صوتي كده احسن. تمام اوكي. طيب هو احنا وحضرتك فين يا استاذ محمد؟ انت متواجد فين دلوقتي؟ انا اسف في مشكله بس في الصوت، انا مش سامع كويس. لا انا لو عليت صوتي اكتر من كده يا جماعه تبقى مشكله. طب ايه بقى؟ طب استاذ محمد الصوت كده تمام؟ تمام انا هحاول اسمعك، هحاول اتعامل. تمام. طيب على كل حال هروح معاك اول حاجه ليلا كوره، وخلينا نبدا بالمانشيت. طبعا احنا بنتكلم هنا عن التحكيم او الحكام، طاقم الحكام. محمد عادل بيدير مباراه الاهلي باذن الله والاسماعيلي، ونادر قمر حكما للزمالك وسموحه. ناس كتيره جدا من جماهير اي نادي بيبقوا عندهم ترقب مين الحكم اللي هيدير هذه المباراة، مين الحكم اللي هيدير المباراة اللي أنا بنتمي للنادي بتاعه. ففي كده تخوف إلى حد ما، ده يمكن راجع ليه أسباب في المواسم اللي فاتت علشان الأخطاء التحكيمية. أتمنى يكون الصوت واصل، أصلا مش عارفة أزعق أكتر من كده، الناس هتخاف. فيعني خلينا نتكلم في فكرة طائم التحكيم لو صوتي واصل. أستاذ محمد تفضل.
تمام، يعني عشان الصوت ضعيف شويه، انت بتتكلمي عن الخبر المنشور على موقع يلا كوره عن الحكم محمد عادل حكم مباراه الاهلي والاسماعيلي اليوم النهارده في افتتاحيه مواجهات النادي الاهلي بالدوري. ان شاء الله تكون مباراه موفقه لمحمد عادل. محمد عادل كان حكم مباراه الاهلي والزمالك اللي انتهت 5-3، ثم ابتعد فتره طويله المده وصلت لثمان اشهر ما بيحكمش اي مباراه للنادي الاهلي، حتى النادي الاهلي استفسر عن سبب غيابه عن اداره مباريات الفريق، ثم عاد وادار مواجهه الجونه ومواجهه المقاولين العرب. محمد عادل احد الحكام المميزين والجيدين جدا في الدوري، التحكيم فيه يعاني بعض الشيء، ولكن يعني بنحاول نمشي الامور وان الامور تمشي ويحصل تحسن في اداء التحكيم، ونتمنى طبعا ان الدوري الموسم الجديد يكون خالي من الاخطاء التحكيميه. عايزين جو هادئ ونلعب كوره زي الكوره اللي بنشوفها في اوروبا في اجواء هادئه نسبيا، واهم حاجه طبعا العداله التحكيميه، لان هي دي اللي هتهدي الاجواء لما كل واحد يكون واخد حقه في المباراه. النادي الاهلي طبعا انطلاقه مباراه الاسماعيلي هتكون الساعه 5 في افتتاحيه مباريات النادي الاهلي للدوري الجديد. الاهلي طبعا هو حامل اللقب القياسي لبطوله الدوري الممتاز 42 لقب، و طبعا تاريخ مواجهات النادي الاهلي والاسماعيلي تاريخ كبير وطويل وعريض جدا، فريقين كبار، والنادي الاهلي هو طبعا البطل التاريخي. اكبر مواجهه او اكبر نتيجه حصلت في تاريخ مواجهات النادي الاهلي والاسماعيلي طبعا كانت في زمان كابتن صالح سليم سجل سباعيه في فوز الاهلي 8-0 في الخمسينات، ثم بعد كده الاهلي فاز بالسداسيه مرتين، ومرتين كانوا في الاسماعيليه، مره 96 الجيل بقى اللي كان بيضم ابو الذهب ووليد صلاح الدين وهشام حنفي، وطبعا مره ثانيه جيل 2004-2005 مع الجيل الذهبي لجوزيه ابو تريكا وبركات، وبركات المباراه دي سجل هاتريك في شباك النادي الاسماعيلي. ان شاء الله نستمتع النهارده بمباراه جيده وتكون انطلاقه مميزه للنادي الاهلي في بطولات الدوري ممتاز هذا الموسم، واهم حاجه العداله التحكيميه بصفره طبعا محمد عادل اللي هيدير المباراه ان شاء الله. طيب، وعلى ذكر المباريات الجيده، بكره ان شاء الله في مباراه متوقع ان هي تكون كمان اكتر من جيده، هتجمع بين ليفربول وويست هام، والعنوان او المنشط الرئيسي في موقع بطولات علي. هو مش سامعني؟ علي، طب بص، هو انت مش سامعني وانا مش سامع حاجه من ايربيس، فان شاء الله فقره ناجحه. طب هعيد لك تاني، انا بكلمك على موقع بطولات المنشط الرئيسي فيه بيتكلم عن محمد صلاح، بيقول محمد صلاح يطارد انجازا جديدا مع ليفربول امام ويست هام، وانت طبعا عارف ان بكره ان شاء الله في ماتش ما بين الفريقين، ومحمد صلاح بيتطلع لاحراز هدف عشان يحسن كمان من ترتيبه في قائمه اكثر اللاعبين احرازا للاهداف مع ليفربول على ارضه. هو دلوقتي لو بكره سجل هدف ممكن يكون متفوق بقى على جيرار ويطلع للمركز الثاني محمد صلاح، فتعليقك على هذا المنشط ايه؟ طبعا هي مباراه مهمه لليفربول ومهمه لمحمد صلاح. الاسبوع الماضي كان اسبوع تحول بالنسبه لليفربول هذا الموسم، وتحول لمحمد صلاح بعد بدايه سيئه جدا. نادي ليفربول كان من 21 او 31 اغسطس كان ما حققش اي فوز، تعادلين وهزيمه امام ارسنال، والكل كان بدا يفقد الامل في ان ليفربول حتى يخش في التوب فور في انجلترا، ولكن الفوز امام رينجرز في دوري الابطال بسباعيه وتسجيل محمد صلاح لاسرع هاتريك في تاريخ دوري الابطال، ثم الفوز امام مانشستر سيتي واسقاط مانشستر سيتي للمره الاولى هذا الموسم. مانشستر سيتي الموسم ده ما خسرش الا مباراتين، ماتش الدرع الخيريه وماتش ليفربول في الجوله اللي فاتت في الدوري الانجليزي، عمل تحول وطفله ليورجن كلوب وليفربول وطبعا محمد صلاح اللي سجل هدفه ليصبح ثاني اكثر الهدافين في تاريخ ليفربول بعد ما تجاوز جيرارد ب 121 هدف، يبقي بس السبع اهداف علشان يكون الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي ويتجاوز فاولر. كمان النهارده لو محمد صلاح سجل هدف هيفض الشراكه مع جيرارد في ثاني اكثر اللاعبين تسجيلا بس على ملعب الانفيلد فقط، لو محمد صلاح سجل النهارده هيكون المركز الثاني منفردا ومغردا طبعا ورا روبي فايلر اللي كان مسجل زياده عن محمد صلاح دلوقتي 15 هدف داخل الانفيلد، ولكن اجمالا سبع اهداف تكفي محمد صلاح لتجاوز فايلر في الدوري بشكل عام. ليفربول النهارده لو فاز المباراه دي هيكون في المركز السادس ورا مانشستر يونايتد اللي عنده نفس الرصيد، ولكن يونايتد النهارده يقابل توتنهام في ماتش صعب جدا، توتنهام في المركز الثالث برصيد 23 نقطه، عايز يفوز عشان يطارد ارسنال ويتجاوز مانشستر سيتي كمان في الوصافه، وكذلك مانشستر يونايتد عايز يفوز عشان يبقي نفسه قريب من التوب فور. السنه دي الدوري الانجليزي مشتعل ومختلف شويه، ارسنال موجود في الصداره، ليفربول متراجع، ولكن زي ما قلنا الاسبوع اللي فات ان شاء الله دي هتكون انطلاقه جديده لمحمد صلاح
اللي دايما مشرفنا وطبعا موجود في جوائز دوليه كبيره جدا كنا بنشوفها زمان، وبنتمنى بس ان احنا لعيب مصري يخش في القوائم اللي هي ال 30 او القوائم المبدئيه، ولكن محمد صلاح رفع سقف طموحنا وبقى يتواجد في التوب 3 والتوب 5 كمان. رائع جدا. خلينا برضو مش هنبعد يا استاذ محمد عن ليفربول ومحمد صلاح، بس من ليفربول هنروح نتكلم شويه عن يورجن كلوب طبعا، والحدث اللي كان كبير جدا من يومين تقريبا، وفكره طرد يورجن كلوب. لا ايه بقى، مش سامعني ولا سامعني؟ سامعك. وطرد يورجن كلوب طبعا بعد ما هو ما تعداش على مساعد الحكم، لكن هو يعني كان في صراخ، كان في كده شد مع طبعا مساعد الحكم في اللقطه الشهيره طبعا لمحمد صلاح، فهو كان اعترض بشكل كبير جدا. ناس كتيره جدا بالمناسبه سندته، مش بس من عشاق او مشجعي ليفربول، لان اللقطه كانت او يعني الحركه كانت مش محتاجه اصلا حكم، مش محتاجه فار، مش محتاجه حاجه، هي بالعين المجرده كانت باينه انها فاول. على كل حال طبعا زي ما احنا عارفين المنشات هنا بيتحدث عن ان الاتحاد الانجليزي المفروض ان هو بيمهل يورجن كلوب يعني فرصه حتى يوم الجمعه عشان يوضح اللي حصل بعد ما تم طرده طبعا بسبب التعدي او الصراخ اللي حصل من عليه من مساعد او منه من على مساعد الحكم. بتشوف اصلا في منتهى يعني الصراحه او بمنتهى الصراحه اصلا يورجن كلوب غلطان في رد فعله ده او لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين الاخطاء التحكيميه، واحنا لسه بنتكلم في هذا الملف، الاخطاء التحكيميه اللي في الدوري الانجليزي اللي اصبحت يعني مبالغ فيها شويه هذا الموسم، هي كانت موجوده بس موجوده بشده دلوقتي وفي وقت قصير جدا منذ بدايه انطلاق يعني الدوري الانجليزي، بتفسرها بايه؟ اتفضل يا استاذ محمد. في الكره الانجليزيه مختلف عن الكره المصريه، مختلف عن اي كره في العالم، لانه كل كره وليها طبع. الكره الانجليزيه شويه اللعب فيها حش، ان اللعب فيها في قوه وضرب اكتر، ولكن كان في تجاوز شويه في الكوره بتاعه محمد صلاح وبرناردو سيلفا اللي شفناه ان هو شده من التيشيرت بشكل يعني مبالغ فيه جدا، ورغم كده تجاوز عنها الحكم. على جنب تاني بالمناسبه جوارديولا ما كانش مبسوط بالغاء الهدف برغم صحه القرار الحكم وقتها بالغاء الهدف، ولكن في نهايه كل مدرب بيحاول يدور على مصالحه ويدور على ايه المناسب ليه، ولكن بالنسبه لكل صلاح وبرناردو سيلفا فهي كانت واضحه وضوح الشمس. ده اللي خلى يورجن كلوب يكون متنرفز جدا على الحكم المساعد ويحصل على البطاقه الحمراء. حتى ان يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراه اتكلم على انه ممكن يكون رد فعله في تجاوز او ان هو حاول ان هو يعني يهاجم الحكم، ولكن بيقول ان انا ما تجاوزتش ضده بلفظ خارج او اي تصرف ممكن يكون مشين، ولكن يعني قال بنصا انه الكره دي يعني هتولي كوره زي كده ما بتتحسبش، كوره زي كده اكيد لازم تتحسب فاول. الغريب جدا ان هي ما تمش احتسابها، حتى شفنا بعدها مشاحنه او مشاده ما بين برناردو سيلفا اللي كان متعصب جدا نتيجه التاخر في النتيجه، ومحمد صلاح اللي عنده ثبات انفعالي غير طبيعي، لاعب عالمي جدا. ولكن طبعا المفروض ان يورجن كلوب هيرد على الاتهامات اللي وجهها ليه الاتحاد الانجليزي بحد اقصى يوم الجمعه القادم، وبناء على ردود فعل يورجن كلوب او رد يورجن كلوب على الاتحاد الانجليزي هيتم اتخاذ القرار، سواء اذا كان ما فيش عقوبه او اذا كان هيكون في عقوبه ايقاف او حتى غرامه ماليه فقط. والاغلب ان في الامور اللي زي كده بتروح لغرامه ماليه، قليل جدا لما بلاقي مدرب في الدوري الانجليزي بيتم ايقافه، خاصه انه مش هيتم ادانته بفعل مشين او بلفظ خارج. هو كان فكره يعني الحماس، حماسه الملعب، وان الكره فعلا كانت تستحق ضربه حره لصالح محمد صلاح ضد برناردو سيلفا. معلش انا عندي نقطه بس كده، الموضوع سو انفير بصراحه، يعني العالم اجمع، العالم كله يعني شايف ان دي غلط من مساعد الحكم، صحيح، والعالم كله بيقول ان يورجن كلوب او يعني نص العالم بيقول لك يورجن كلوب تصرفه طبيعي لاي مدرب في العالم، اي مدرب اكيد هينزعج من حكم يعني من قرار زي كده لاي حكم. ورغم ده ورغم ان يورجن كلوب اتطرد في الملعب كمان ممكن يعني يلقى عليه غرامة أو عقوبة أو إيقاف، معقولة؟ ممكن عشان رد الفعل، يعني هو في النهاية الاتحاد الإنجليزي بيحاول يدور على الانضباط حتى في حالة أخطاء الحكام، بس هم عندهم على الجانب الآخر اعتراف بالأخطاء. سهل جدا إن الاتحاد الإنجليزي يطلع بيان يعترف إن الكرة دي هدف أو إن في خطأ من الفار في احتساب الكرة دي، وبنشوفها كتير جدا، والحكم نفسه اذا كان في عقوبه عليه بتعلن،
لان هم في النهايه هم بيحاولوا يطبقوا القانون بحذافيره على كل الجوانب، سواء على مدرب، سواء على نادي، طيب سواء على حكم. ما هو ده، هي دي النقطه، في الجوانب كلها هي دي النقطه يا استاذ محمد. هل في حد سال او يعني في حد بيحقق في قرار مساعد الحكم اصلا، ولا الموضوع عدى عادي؟ اي موضوع في الفاول اللي ما اتحسبش، هل في حد بيحقق اصلا مع مساعد الحكم؟ طبعا طبعا، الصحف الانجليزيه كلها والاعلام الانجليزي كله اتكلم على انه في خطا، بس هو الاتحاد الانجليزي مش هيطلع بيان على خطا في ضربه حره، يعني ربما دي ممكن يقول لك نعديها، ولكن لا يعني الاتحاد الانجليزي دايما بيتدخل او بيعلن انه في اخطاء لما بتكون الامور فجه قوي بتصل الى حد تغيير المباراه، تغيير سير المباراه، بطاقه حمراء مثلا خاطئه، هدف ما تمش احتسابه، هدف تم الغائه، والفار ما كانش مظبوط فيها. ودي حصلت السنه اللي فاتت اظن، كانت مباراه توتنهام، وقتها اعتذر الاتحاد الانجليزي واعتذر في اكثر من لقطه، ولكن ربما دي يعني كان خطا في وسط الملعب او قريب من ال 18. النتيجه في النهايه برضو ساعدت الاتحاد الانجليزي ان ليفربول هو اللي فاز في المباراه، الاجواء كانت مشحونه وحماسيه، جوارديولا نفسه معترض وكلوب معترض، فممكن ان الامور دي بتعدي، الاتحاد الانجليزي يقول لك ده خطا ما فيهوش مشكله ان احنا نتجاوز عنه. زي ما بقول لك الكره بتختلف من مكان لمكان، الكره الانجليزيه عندهم سرعه، عندهم قوه، عندهم التحامات اقوى بكتير من اللي عندنا، فممكن يكون الحكم تجاوز عن اللقطه دي، اعتبرها انه في شد ما بين الطرفين محمد صلاح وبرناردو سيلفا، وما خدش باله ان هي كانت شد مبالغ فيه من برناردو سيلفا. تمام، رائع جدا، نشكرك استاذ محمد على التغطيه الاكثر من رائعه، شكرا ليك. غريبه قوي يا كريم. عارفه ايه اللي بيخلي الموضوع غريب كمان؟ يعني الناس كمان الاكبر سنا اللي حضرت يعني كره القدم بشكل عام في الماضي، قبل ما يبقى فيه هذا الكم الوافر من الكاميرات، وقبل ما يبقى فيه تقنيه الفار، وقبل ما يبقى فيه سماعات في ودان الحكام، المفروض مع التطور اللي وصلنا له ان ما يبقاش اصلا في اخطاء تحكيميه، اكيد في مساحه دايما للخطا، لان الخطا البشري وفكره العمليه التقديريه ممكن تختلف من واحد للتاني، لكن بالتطور اللي احنا فيه نشوف هذا الكم من الاخطاء التحكيميه، ده اللي بيخلي الصوره اغرب الحقيقه. نهوان، انا بتفق معاك. زمان بقى ما كانش فيه الكلام ده كله، كانت نسبه الاخطاء البشريه في التحكيم تكاد تكون لا تذكر. فايه ايه اللي بيحصل؟ ما حدش بس فيه. بصراحه انا مش شايفه ان يورجن كلوب يعني مدان اصلا، رد فعل طبيعي، احنا بشر ورد فعل طبيعي، حتى لو هي او هو قرار يعني مش هيؤثر في سير المباراه بشكل كبير، بس في الاول وفي الاخر ده قرار ظالم، وظالم وباعتراف الجميع، حتى اعتراف الفريق المنافس والمدير الفني للفريق المنافس. فقصه ان انا ما اكتفيش بطرده، وكمان عايز ان هو يوضح هو عمل كده ليه، هو ليه انفعل لما حاجه كان ضد او تحكيم كان خاطئ ضد فريقه، يعني ممكن يكون التعسف، غياب للمنطق يا كريم شويه. بصراحه انا شايفه في رد فعل مبالغ، وده ليس دفاعا عن يورجن كلوب بالمناسبه او عن ليفربول، بس ده المنطق يعني. ممكن يعني قد يكون السبب في التعسف ده من في نيتهم فكره الردع، وعشان الموقف ده ما يتكررش تاني، وعشان ما يفتحش علينا باب ان اي حد ما يعجبوش قرار فيعبر بشكل ستريكت في الاول يعني. وفي الاخر الانجليز فيري ستريكت طبعا، يعني متشددين جدا. فربما على كل حال الفقره الاولى خلصت، تعالوا أيوه. نروح فاصل مع حضراتكم، ونرجع انا وكريم تاني عشان نستقبل كابتن احمد سلامه طبعا نجم الاهلي السابق، وهنتكلم بقى في ملفات كتيره جدا، اهمها ماتش النهارده طبعا بين الاهلي والاسماعيلي. فاصل ونرجع نكمل. اهلا بكل حضراتكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، والفقره دي منورنا فيها كابتن احمد سلامه مهاجم منتخب مصر السابق، عشان يتكلم معانا في كتير من التفاصيل اللي احنا ابتدينا ندردش فيها مع حضراتكم انا ونهاوند من اول حلقتنا. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل يا استاذ كريم. بونجور يا كابتن. بونجور بونجور، والله وحشتنا بجد. انتوا اكتر والله. انا جيت المره اللي فاتت ما لقيتش حضرتك، كنت زعلان جدا. عشان كده انا كان بقالي كنت اجازه تقريبا. اجازه طبعا. منورنا كالعاده، وملفات كتيره اكيد اهمها ماتش النهارده وضربه البدايه. احنا اتكلمنا في ضربه البدايه افريقيا، وقلنا يا رب تبقى ضربه بدايه موفقه مع الاتحاد المنستيري، وقد كان. النهارده بنتكلم عن ضربه البدايه مع الدوري، اللي هي هتبقى بالمناسبه يعني كتير مترقبها اكتر بمراحل من ضربه البدايه الافريقيه. النهارده الجماهير كلها عايزه تشوف الاهلي هيعمل ايه، الناس كلها منتظره يعني بدايه موفقه من كولر، وفي نفس الوقت عايزه تشوف على الارض لعبه او فكره ازاي بيترجم. الاسماعيلي كضربه بدايه، هل انت بتشوفه؟ طبعا الاسماعيلي غير الاسماعيلي احنا نعرفه، انت عندك تقريبا 11 صفقه جديده، فانت بتلعب تقريبا فريق مختلف تماما. احنا كمان على الصعيد الثاني زي ما انا كنت بتكلم، عندك سكواد مختلف، اسكواد اروع بكتير وافضل بكتير من الموسم اللي فات، الحمد لله رب العالمين، ربنا ما يعيده يعني، مش عايزين نفتكره برضه بالمناسبه. بس انت داخل مختلف، والاسماعيلي داخل مختلف،
بتقرا النهارده المشهد ازاي باذن الله هيكون؟ والله الاول بس بنبارك النادي الاهلي طبعا انه بدا المشوار الافريقي بمكسبين وبتخطي الدور الاول. لكن انا بتكلم انه اكيد ان النادي الاهلي كان من القوه الكبرى لعوده المصابين. انا شايف انه هي دي من اهم الصفقات اللي اتعملت السنه دي النادي الاهلي، انه المصابين يعني استعادوا تاني عافيتهم ورجعوا تاني باداء والاعاره والتصعيد والاعاره والتدعيمات البسيطه اللي دخلت، لكن ليها مردود ان شاء الله كبير. لا انا شايف ان مباراه الاسماعيلي طبعا مباراه كبيره بيبقى ليها حسابات مختلفه تماما. الاهلي والاسماعيلي دايما مباراه كبيره بتحظى بجماهيريه وبتحظى بمتابعه كبيره. اتمنى النادي الاهلي اللاعبين، انا شايف ان مستر كولر الراجل يعني اعاد بشكل كبير شخصيه النادي الاهلي، بيلعب كره بهدوء شديد وباستحواذ عالي جدا. ما بيفقدش كره، يمكن في المباراتين مع الاتحاد المنستيري كان في المباراتين نسبه الاستحواذ عاليه جدا جدا، وده يدل على يعني ليه مدلول انه الراجل مش مستعجل. بيستحوذ، بيستنى اللحظات اللي فيها يعني يظهر فيها ثغرات ويبدا يستغل ده عن طريق احمد عبد القادر او عن طريق محمد طاهر او عن طريق سافيو. برضو الراجل يعني بيقدم مردود كويس، ولكنه لسه بشكل كبير ما ادناش المردود اللي احنا محتاجينه او اللي احنا منتظرينه منه كاسم كبير او كخامه كويسه. لكن اللمسات في البدايه بتبان، يعني بيظهر قوي انه لعيب عنده امكانيات، لسه محتاج انسجام اكتر واندماج وسط الفريق. فان شاء الله المردود ده يكون في اسرع وقت. يميز النادي الاهلي عن المواسم اللي فاتت في الموسم ده انه الدكه قويه جدا. يعني انا دلوقتي بقيت مش قلقان حد مش في موده او مش في يومه او صح مش في حالته. عندك فريق وفريق بديل بالظبط، فانت بتقدر تستعين باي لاعب خارجي من على الدكه، بيفرق جامد جدا مع الفرقه وبينزل يعمل مردود كويس. النادي الاهلي لا هو دعم مش باعداد كبيره، ولكن دعم احتياجاته. وانا شايف انه جاهز على المستوى البدني بشكل كبير جدا. اللعيبه حاله الاستشفاء وحاله الانتعاشه اللي موجوده اللي ظهرت في المباراتين الاتحاد المنستيري طبعا يعني كانت في حاله انتعاشه كبيره، يعني اللعيبه واقفه على رجليها ذهنيا ونفسيا. حتى اللعيبه حمدي فتحي الراجل بيطلع في اثنين هيدرز بيسجل، قبلها بيطلع محمد عبد المنعم بيسجل، احمد عبد القادر بيعمل مراوغه واختراق من الجهه اليسرى وبيسجل بشكل جيد. يمكن الجانب الهجومي بس شويه اللي انا محتاج عليه اللعيبه، سواء شريف او سواء شادي او سواء حسام حسن. حسام حسن ما شاركش بشكل كبير، يمكن شادي وشريف انا مش حابب ان هم يبقى عليهم لود او عليهم بريشر كتير، محتاج ان هم يبقوا اهدى، اعصابهم اهدى شويه، مش مستعجلين، مش حاسس. انا يمكن ده مدير فني جديد، كل واحد حابب ان هو يظهر نفسه بشكل اكبر او يقدم اوراق اعتماده للمدير الفني بشكل اسرع، ولكن ده الاستعجال او بيبقى فيه حته الرعونه شويه في الانهاء الهجمات. ده طبعا بيفرق جدا، ان انت كل بيجي لك فرص كتير جدا تسجل منها اهداف، ده بيدي لك اسبقيه او بيدي لك افضليه من بدايه المباراه. على ذكر التدعيمات، الحقيقه مش النادي الاهلي لوحده اللي عمل صفقات جديده، تقريبا معظم الفرق اللي ما كانش كلها. انت عندك مثلا فريق الاسماعيلي اللي احنا هنواجهه النهارده يكاد يكون جاب فريق جديد، احنا بنتكلم على 11 صفقه جديده. فكره ان في صفقات جديده في معظم الفرق، الى اي درجه شايف ان ده ممكن يخلي المنافسه هتشتعل اكتر وصعب التكهن بمين اللي هيوصل للمربع الذهبي في النسخه دي من الدوري؟ اكيد يعني الرباعي المشارك افريقيا، انا شايف ان هو ده الرباعي المستمر الفتره اللي جايه. يمكن ينضاف ليهم سيراميكا كليوباترا، اضاف بشكل على اهلي زمالك فيوتشر وبيراميدز. انا شايف هم دول افضل حتى الان، او الافضل يعني هم لعبوا مباريات افريقيه وشفناهم. البيراميدز بيكسب 7 وفيوتشر بيكسب 4 والاهلي بيكسب 3 وقبل منه 1 والزمالك برضو بيكسب 5 وقبل منه 1، فالنتائج جيده. فانا شايف ان هم مستعدين استعداد كويس. يمكن افضليه للاهلي الفتره دي انه لاعب مباريات استعد بيها بفريقه اكتر من الاسماعيلي، في الاسماعيلي لسه ضربه البدايه. اما الاهلي بدا بمشوار الافريقي، ده استعداد جيد للاعبين وللجهاز الفني، وانه يحط ايده على الاوراق اللي هو يبدا يستعد بالظبط، ونحط ايده على العناصر الجيده اللي يبدا بيها مباراه الاسماعيلي. فانا شايف دي ليها افضليه على الاهلي. انا شايف انه يعني سيراميكا كليوباترا الراجل احمد سامي استعان
او يعني انتدب مجموعه لعيبه كانت موجوده معاه في السموحه، عارفين طريقته وفكره، فبدا يضمهم للفريق عنده. الفريق ادى اداء جيد امبارح وقدم مفاجاه كبيره جدا قصاد المصري. يمكن كلنا كنا مستنيين المصري بسوبه جديد، يعني المستر كامل ابو علي كاداره يعني رئيس مجلس اداره، والكابتن ايهاب جلال طبعا قيمه كبيره فنيه اداري يعني على المستوى الاداره الفنيه قيمه كبيره جدا، وطبعا مجموعه اللعيبه اللي انتدبها او اضافها النادي المصري لفريقه، فطبعا كنا مستنيين مردود اعلى من كده. ولكن نادي سيراميكا كليوباترا والاستعداد الجيد للمباراه، وكابتن احمد سامي بصراحه قدم مباراه كبيره امبارح. فانا شايف ان الدوري السنه دي لا دوري جيد، دوري ان شاء الله يعني امل ان هو يكون يعني على قوه المنافسه اللي موجوده، على قوه التدعيمات، التدعيمات اللي موجوده، وكمان على اداء المدربين او المديرين الفنيين الموجودين. انا شايف كل فريق دعم تدعيمات جيده جدا كاسماء، مستنيين بس هنشوف ده على ارض الملعب. انت عندك صفقات، في اللي جايب 21 صفقه، وفي اللي جايب 23 صفقه، وفي اللي جايب يعني وانا بقرا الموضوع يعني اللي هو ايه ده، هو في ايه؟ بس دي اول مره تحصل اعداد كبيره كده في الميركاتو عندنا، او يعني عندنا في الموسم التنقلات وغيره. ليه كده؟ ليه الموسم ده كده؟ يمكن كل مدرب يعني ناقصه لاعبين، بس انا شايف ان الكم كبير، لان ده كمان كمان ده هياثر عليك انت كمان من ناحيه الانسجام والاندماج. اللعيبه دي هتاخد منك وقت كتير كمدير فني، كاداره فنيه هتاخد منك وقت كتير لما تخش تنسجم. فانا شايف انت لما يكون عندك قوام اساسي وليكن 10 15 لعيب، وتضيف بالكتير قوي 7 8 يعني في المراكز اللي انت 7 8 بالاضافه للناشئين، اوكي تمام، انت عملت فريق وليك قوام يعني. لكن انا ان انا اضيف اغير 15 لعيب او اغير 20 لعيب واجيب مكانه، هل ده بيبقى لي علاقه بالخطط طويله الاجل؟ يعني فكره ان انت بتعمل صفقه معناها ان انت عندك عطل ما في مركز ما محتاج له لعيب. بالظبط، لكن مش في كل المراكز، فانت كده عندك عطل في لكن الفريق. فريقك كله، ما ده اللي بتكلم عليه كله. اللي بيحصل ده يعني هل هي حاجه مفيده من زاويه ان ضخ دماء جديده في الفرق المختلفه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، واجيال بتسلم اجيال، ولا هي ماشيه في المراكز؟ هي طبيعي اي فريق في العالم ما بيعملش كم الصفقات دي في موسم واحد. بالظبط، يعني ممكن اعملها مثلا ميركاتو الشتاء، وبعد كده ميركاتو الصيف ابدا اضيف 2 3. لو انا ضفت مثلا 6 ولا حاجه في الميركاتو الشتاء، وبعد كده ابدا اعمل في الميركاتو الصيف مثلا اعمل. وده الفرق بين التطعيم بلاعبين جدد وبين فكره الاحلال والتجديد. بالظبط، ده عمليه احلال وتجديد، بس مش في كل الفرق دي. يعني انا احلال وتجديد في فرقه او فرقتين في الدوري، وباقي الفرق محتفظه بالهيكل او القوام الاساسي بتاعها، وبعد كده بعمل تدعيمات بسيطه. ولكن انت يبقى ليك اكتر من 7 8 فرق عاملين صفقات كبيره، واكتر من 7 اكتر من حوالي 12 فريق عاملين اكتر من 15 من 15 صفقه، او يعني من حوالي 12 او 15 صفقه، وفي ناس عامله 18، ناس عامله 20 زي ما قالت الاستاذه نواند. يعني فانا شايف انه لا، في صفقات كبيره مبالغ فيها جدا. ولكن يعني مثلا نادي زي اسوان لسه طالع من الدرجه الثانيه، ممكن اقول اوكي تمام، يعني مفيش مشكله، منطقي ان انت طالع بس انت طلعت بناس. لكن لا، انا على فكره معترض على موضوع اسوان ده. ليه بقى؟ فضلي. لو تسمح لي يعني. لا تفضلي. لان اسوان زي ما انت قلت انت صعدت، فصعدت بناس اوريدي كانوا عندك كويسين، يعني انت صعدت بنجوم برضو، فانت دعمت، بس دعمت بطريقه برضو يعني مبالغ فيها برضو شويه. برضه عشان داخلين على مجموعه ثانيه يعني. هي القصه كلام. ما انا دعم في المراكز يعني اللي انا عايزاها. هو صعد من من ليفل اقل، من ليفل اقل. لما بطلع ليفل اقل يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، يعني كل مرحله وليها بس لها مش مش يعني مش الكم ده. اسوان عندها كم صفقه؟ فريق برضه كام؟ حاجه و20. انا اقول لحضرتك يعني هو القصه ان احنا يعني نادي اسوان هو يعني طبعا كل مدير فني بيبقى ادرى باحتياجاته، تمام. بس انا وليه كل الاحقيه او ليه كل الحق ان هو ينتدب ما يشاء من لاعبين، بس هي برضه بالكم ولا بالكيف؟ ما هي دي ده السؤال. اوكي يعني تمام، بس انا بتكلم ان هم اكيد فاهمين قوي، او اكيد هم راجعوا الصفقات او الناس اللي موجوده عندهم، وحسوا ان في تدعيمات في اكتر من مكان. هو اكيد دعم برقم كبير. انا قصدي انه ده ممكن يكون يعني اوكي تمام، ممكن يمشي مع فرقه لسه جايه من الدرجه الثانيه، عندها نوعيه لعيبه مش كلاس ايه، فهو عايز يدعم بكلاس ايه، او يدعم بنوعيه صفقات يعني تتماشى، او يعني ان هي تلحق بالدرجه الاولى. بس انا معنى كده ايه؟ لكن لما يبقى انا فريق درجه اولى وبعمل كم التدعيمات ده، فده اللي صعب جدا. انا فاهمه قصدك وفاهمه بتتكلم عن مين على فكره، بس مش مشكله. لا ما علينا في العام يعني.
ماشي برضو مش بس انا بتكلم ان انا لما ماشي انا مش مختلفه على فكره، كل فريق وكل مدير فني له الاحقيه ان هو يشوف الافضل ليه، واحنا اكيد مش هيبقى عندنا الخبره دي. ولكن تاني انا لما اجي اجيب فريق كامل، ومش فريق كامل ده فريق كامل ونص، وانا عندي اوريدي فريق، صح ولا غلط؟ صح. وبعدين المراكز كده معناها ان انا بقول ان كل المراكز اللي عندي فيها مشكله، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل احلال وتجديد لكل المراكز، يعني كل المراكز بتاعتي وحشه. هي ده اللي انا اقصده. هي القصه كمان في مش في التدعيمات، القصه في اداره التدعيمات دي. يعني انا كمان انا ممكن ادعم، بس انا ازاي هقدر ادير كم التدعيمات؟ كل اللي جاي ده جاي عايز يلعب، دي نقطة أخرى. وانا كمان كمدير فني مش محتاج صداع كتير، انا محتاج اركز مع فرقتي، مش محتاج ان انا يبقى في ربكه جنب مني وحد عايز يلعب وحد مقموص وحد زعلان. لا انا شايف انه على كل حال احنا سعداء بان كل نادي بيحاول ان هو يطور، لان ده بيدل على تطوير الكره المصريه في الاول وفي الاخر. هيكون مردوده ايه على الارض هذا الموسم في الدوري؟ ده اللي هيبان، لسه ما نقدرش نحكم من دلوقتي ابدا، لسه احنا بس شفنا 3 مباريات النهارده، يمكن تكون البدايه قوية الأهلي والإسماعيلي. هنتكلم طبعا عن جاريدو وكولر، وطبعا الفرق بينهم وفي الفكر وفي المدارس. وفي نفس الوقت برضو جاريدو عنده إلى حد ما برضو خبرة شوية، بس هي بسيطة مع الدوري المصري. هنتكلم في كل ده، بس اسمح لنا نروح فاصل ونرجع أنا وكريمة حضرتك على طول. فاصل ونرجع نكمل. يا أهلا بكم مرة تانية عودة لاستكمال حديثنا ودردشتنا مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهاردة، كابتن أحمد سلامة مهاجم منتخب مصر السابق. وكنا وقفنا معاه في الكلام عند تفصيلة المباراة الجانبية، يعني طبعا النهاردة أكيد في لقاء قوي جدا مرتقب بين الأهلي والإسماعيلي، إلى جانب احنا اتكلمنا عن تفاصيل اللعيبة، لكن عايزين نتكلم كمان شوية عن فكرة المباراة الموازية إنجاز التعبير بين الاثنين مدراء فنيين. هنتكلم في النقطة دي، بس خلونا الأول نتابع. يعني احنا معانا حد من الزملاء تقريبا هيبقى معانا تغطية شوية، وهيبقى معانا مراسلنا طبعا محمد توفيق يعني. من مقر الإقامة في الإسكندرية، يبقى نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم علشان نتابع كده آخر الكواليس طبعا واستعدادات الفريق. بس يعني لغاية لما يبقى جاهز زميلنا، خلينا نرجع بقى أنا وكريمة حضرتك للنقطة اللي كنا بنسأل فيها بين مدراء الفنيين. جاريدو هو اسمه جاريدو كده صح؟ أنا بنطق جاريدو جاريدو يعني بنقولها جاريدو احنا زي مانويل، كانوا بيقولوها مانويل جوزي، هو مانويل خوسيه، بس مش مشكلة يعني. مش هنقف عند النقطة دي. مش هتعطلنا النقطة دي. مش موضوعنا خالص. هو بس أنا طبعا هي مباراة كبيرة ما بين ناديين كبار، يمكن الإسماعيلي في الفترة الأخيرة مش في أفضل حالاته، ولكن يعني أظن إن الموسم ده هيبقى موسم جيد للنادي الإسماعيلي بالصفقات وبالإدارة، إن هم يعني استقروا على مستر جاريدو، الراجل يعني سبق ليه إن هو أدار النادي الأهلي فنيا. هو مدرب متزن وعنده شخصيه كويسه وعنده فكر كويس. تعرف النادي الاهلي لما يعني بيجيب حد او ينتدب حد كمدير فني بيكون مواصفات شخصيه بكل كمان بيكون عنده يعني بيكون عنده مميزات جيده. ممكن ما يكونش موفق، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هو بيكون جيد، يعني بيكون مدرب جيد. واكيد طبعا على الجانب الاخر طبعا النادي الاهلي يعني عنده مستر كولر، انا معجب جدا بشخصيته، معجب جدا بادارته الفنيه للفريق. انا شايف ان الفريق بيستعيد نفسه مع الراجل ده، بيقدر اللعيبه بتقدر تنفذ الشغل بشكل ما فيهوش ضغوط، ما فيهوش بريشر على اللعيبه، اللعيبه بتلعب يعني مستمتعه. يعني انا شايف انه ما فيش اي ضغط خالص، باستثناء بس الجانب الهجومي اللي اللعيبه عامله بريشر على نفسها. لكن على مستوى المديرين الفنيين انا شايف انها هتبقى مباراه كبيره، على مستوى اللاعبين داخل المستطيل الاخضر هتكون مباراه كبيره، احنا نفسنا هنستمتع واحنا بنتفرج على المباراه. شايف دي بدايه جيده للفريقين. قلنا قبل كده انه الاهلي يتقدم بخطوه كجاهزيه فنيه واحساس بالملعب واحساس باللقاءات او اللي هي المباريات اللي هي اللي لعبها قصاد الاتحاد المنصري. فانا شايف انه ان شاء الله يكون يعني بدايه جيده باذن الله ان شاء الله. ومع الصفقه طبعا بتاعه اتصالات والتيشيرت الجديده وغيره، احنا داخلين اهو كده عمالين نعمل الحمد لله انجازات على الارض بتتم. هنتكلم في النقطه دي ما نرجع كمان تقول لنا رايك فيها. احنا اكيد كان معانا خبر، لو انت شفت التيشيرت هي اتعلنت او نزلت الصوره بتاعتها يعني. على كل حال بس اسمح لنا كابتن احمد نروح لدلوقتي برج العرب ومراسلنا محمد توفيق عشان نعرف اخر الكواليس ويطمننا عن الاستعدادات. خلاص يعني ساعات قليله جدا بتفصلنا على مباراه الاهلي والاسماعيلي بداية الضربة إن شاء الله اللي هتكون جيدة للنادي الأهلي. توفيق سامعني؟
صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، تحياتي ليكم ولضيفكم الكريم كابتن احمد سلامه نجم منتخب مصر السابق. يعني كل سنه وانتم طيبين وكل جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر طيبه، وانطلاق موسم جديد من الدوري الممتاز والنسخه 64. وزي ما كنتوا بتتكلموا قبل ما ادخل معاكم، يعني اقوى بدايه هي الاهلي والاسماعيلي، واحده من اروع مباريات كره القدم المصريه زي ما طبعا قال كابتن احمد سلامه، بتفق معاه تماما. النادي الاهلي يمكن سبب بخطوه نظرا انه لعب يعني ماتشين رسميين امام الاتحاد المنستيري وكسب المباراتين بمجموع المباراتين 4-0، ده اعتقد مدى افضليه النادي الاهلي. على الجانب الاخر طبعا النادي الاسماعيلي تاريخ كبير جدا، وطبعا عامل صفقات كثيره جدا والجهاز الفني جديد، ولكن ان شاء الله التوفيق يكون مع النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي على طول بعد ماتش الاتحاد المنستيري تواصل تمريناته، ما فيش بس غير يوم الاثنين اللي كان اجازه، ولكن بالامس اختتم استعداداته على ملعب مختار التتش بتدريب قوي جدا صباحا. من بعده الجهاز الفني اعلن قائمه من 21 لاعب، وتحركوا فورا الى هنا الى الاسكندريه، ودخلوا في معسكر مغلق منذ ليله امس. يمكن الفريق بشكله اكثر من رائع، حاله معنويه اكثر من رائعه، الاجواء كلها بشكل عام اكثر من رائعه. يمكن كمان برنامج الفريق النهارده في فندق الاقامه ابتدى مبكرا، خاصه المباراه في تمام الخامسه، يمكن كان تناول وجبه الفطار في 9 صباحا، 10:30 كان في فقره اكتيفيشن، ويمكن دي حاجه متبعه في بعض المدارس الاوروبيه وابرزهم المدرسه الالمانيه، اللي مديرنا الفني مستر مارسيل كولر مدير الفني لفريق النادي الاهلي احد اعضاء هذه المدرسه. يمكن دايما قبل المباريات او في نفس يوم المباراه بيكون فقره صباحيه في صباح اليوم، بيكون فيها بعض التمرينات الخفيفه لفك العضلات والاستشفاء، وعشان اللاعبين يكونوا يعني زي ما نقول في حالتهم مش بعيد قوي او خالدين للراحه بشكل كبير جدا. ده طبعا متبع في مدارس كثيره ابرزها طبعا المدرسه الالمانيه اللي بينتمي بيها ليها مستر مارسيل كولر. ان شاء الله وجبه الغداء هتكون في تمام الواحده ظهرا، والمحاضره هتكون الساعه 3 الا ربع، ومن بعدها ان شاء الله التحرك لملعب المباراه، ملعب برج العرب اللي بيبعد عن فندق الاقامه يعني اقل من 10 دقائق. يمكن النادي الاهلي دايما متعود يقعد في نفس الفندق لانه على طول جنب ملعب المباراه. يمكن كمان نتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا واداء مباراه كبيره والتتويج باول 3 نقاط، ويعني زي ما بقول رحله البحث عن اللقب الثالث والأربعين. كمان نتمنى التوفيق لطاقم الحكام النهارده ويقدم مباراه كبيره بقياده محمد عادل، مساعد الاول سمير جمال، المساعد الثاني يوسف البساطي، واحمد جمال حكم رابع، وعلى تقنيه الفار طارق مجدي ومصطفى عطيه. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله تكون ضربه بدايه قويه زي ما قلتوا، وتكون بدايه جديده للنادي الاهلي، وان شاء الله الزحف نحو اللقب الثالث والأربعين. الكلمه ليكم، اتفضلوا. طيب محمد، انت اديتنا كده يعني فكره عن التفاصيل او الكواليس اللوجستيه، انا عايزه اروح معاك بقى لموضوع اخر، وهو الاستعدادات الفنيه، الاستعدادات المعنويه والنفسيه، الكواليس اللي حصلت ما بين مثلا اللقاءات مع كولر والاجتماعات مع كولر، وفي نفس الوقت طمنا على حاله الطقس. انت معايا يا محمد؟ محمد راح فين؟ معاك سامعك يا نهاوند. بالفعل يمكن الطقس معاك سامعك يا نهاوند. حالة الطقس هنا كويسة جدا، يمكن الجو هنا يعني زي ما بنقول خريف معتدل، يمكن درجة الحرارة لا تتعدى 28 درجة مئوية، أعتقد جو مناسب جدا لمباراة كرة القدم، خاصة كمان مع الساعة الخامسة هيكون الجو أكثر من رائع هنا في استاد برج العرب. على الناحية الفنية زي ما أنا بنتكلم، يمكن النادي الأهلي على طول عقب مباراة الاتحاد المنستيري اللي كانت يوم السبت واصل تمريناته بشكل قوي جدا على مدار ايام الحد والاثنين، يمكن بس كان في اجازه الاثنين، ولكن المدير الفني يمكن عمل يعني تمرينه قويه جدا امبارح على ملعب مختار التتش بالجزيره. قبلها طبعا كان حريص انه يعمل اجتماع مع اللاعبين يتكلم فيه عن اهميه المباراه، وان دي اول مباراه في الموسم. يمكن الانطلاقه الافريقيه كانت ولا اروع، ان شاء الله كمان النهارده الانطلاقه المحليه تكون قويه جدا. عايز اقول لك يمكن ده ملاحظينه من اول يوم لمارس الكره في النادي الاهلي، وان الراجل بيتعامل بشكل اكثر من رائع مع اللاعبين سواء نفسيا او فنيا كمان، وده يمكن لامسينه كمان في اللاعبين وحالتهم، وده بينعكس على التدريبات اللي بنشوفها في النادي الاهلي بشكل يومي او كمان في المعسكرات والمباريات. اعتقد يعني كيمياء الراجل ماشيه جدا مع قيمه وتاريخ النادي الاهلي، وده ان شاء الله ينعكس على اللاعبين في الملعب، وان شاء الله نشوف النهارده زي ما قلنا ضربه بدايه قويه جدا، والنادي الاهلي يكون باذن الله اول 3 نقاط، وان شاء الله يكون دايما التوفيق في النادي مع النادي الاهلي، ويكون دايما في مكانه الطبيعيه انه يكون رقم واحد باذن الله. بص يا توفيق، انا بتفائل بيك بمنتهى الصراحة والله، يعني توفيق لما بيكون معانا في أي كواليس طبعا أو قبل أي مباراة، والله إحنا بنفوز، فإن شاء الله خير يا توفيق وترجعوا لنا بالسلامة، وتحياتنا ليهم، وصل لنا سلامنا أكيد أنا وكريم للفريق والجهاز الفني، وأكيد وصل لهم سلام كل الأهلاوية طبعا، إن شاء الله خير، تبقى مباراة قوية ونتيجة كمان قوية. شكرا ليك جدا يا توفيق، بشكرك. جميل. نرجع بقى لماتش النهارده والاسماعيلي، ونرجع تحديدا للتفصيله اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، فكره ان انت قوامك بالكامل هو يعتبر فريق جديد، يعني بنتكلم على 10 11 صفقه، فهل تعتقد ان
سيتم الدفع بالصفقات الجديده دفعه واحده في ماتش النهارده، ولا مش دي الطريقه المثلى للتعامل مع فكره ان انت عندك هذا الاسماعيل يعني؟ لا اكيد اكيد هيحصل يعني هيحصل تدريجيا تدريجيا هيحصل دمج للاعبين ما بين القدام واللاعبين الجديده. انا شايف ان الاسماعيلي اصلا كان عنده لاعبين جيدين، يعني عبد الرحمن مجدي ده من قبل كده موجود عندهم، كان في بارد محمد المحمدي موجود، كان في يعني في مدبولي موجود، في مجموعه كامل لعيبه موجوده يتبني عليها، يعني هو اكيد هيضيف بعض اللاعبين في بعض المراكز، ولكن مش هيبدا بال11 لعيب اللي هو جايبهم جداد، يعني ده اكيد طبعا، يعني هو هيحافظ على القوام الاساسي ويعمل التطعيمات بتاعته او التدعيمات بتاعته الجديده الى جانب الناس القديمه اللي موجوده يعني. طبعا يعني يعني ايا كان هيبدا باي شكل او هيبدا باي لاعبين، الكل اكيد بيلعب النادي الاهلي، نادي كبير، نادي بطل افريقيا، بطل اكيد. احنا كنا ايام ما كنا بنلعب كوره كان ممكن تلعب كل المباريات عادي، بس تيجي عند يعني طبعا بتديها كل اهتمام، لكن بتدي اهتمام مضاعف لمباراه الاهلي، اللاعبين بيناموا كويس، بيركزوا اكتر، بيستعد بشكل اكبر، كل اللعيبه بتقاتل ان هي تكون موجوده في المباراه دي. مباراه بتدي لك ليها معاني كتيره، يعني ليها معاني كتيره اكتر من ان انت لعيب كوره، يعني كل واحد عايز يقدم نفسه وقدراته وامكانياته، وانا عارف ان في نسبه مشاهده يعني كبيرة جدا يعني احنا يمكن كان قبل كده المباريات ما بتذاعش كتير، او معظم كانت المباريات الاهلي والزمالك بس بتذاع، يعني كان قليل لما بتذاع مباريات يعني خارج المباريات الاهلي والزمالك يعني. لكن دلوقتي كل مباراه بتذاع لكن مش بنفس كم المشاهده أكيد. اللي بيكون فيه طرف النادي الاهلي يعني. فانا شايف ان كل اللعيبه هتدي اهتمام مضاعف للمباراه، لازم يقابل الاهتمام اللي هو الخاص بنادي الاسماعيلي ده، اهتمام برضو من النادي الاهلي يدوا المباراه اهتمام كبير، وانا شايف وانا اعرف ان ده سيستم النادي الاهلي، ما بيتعاملش مع مباراه كبيره مباراه صغيره، كل مباراه عنده ليفل واحد وليفل عالي وبيديها كل اهتمامه. انا شايف ان اللعيبه راجعه بانتعاشه عاليه جدا، كلهم حابين يعني حابين يقدموا حاجه لجماهيرهم اللي هم يعني العامين متلين او الدوريين متلين، وكانها مصالحه يعني فرطوا في الدوري. انا شايف انه يمكن ما كانش يمكن يعني برضو كان حته اجهاد وحته اتكلمنا فيها كتير، في عوامل كتيره كابتن احمد اثرت بشكل كبير يعني كان في برضو عمليه اجهاد واصابات كتير للاعيبه وعناصر مميزه وعناصر مهمه جدا للنادي الاهلي، فده اكيد طبعا كان يعني كان بيستبعد او بيبعد النادي الاهلي عن التراك اللي هو المعهود عنه او المعروف عنه النادي الاهلي. لكن انا شايف ان السنه دي موسم بادئ بدايه جيده جدا، ان شاء الله تكمل النهارده باذن الله، يقدم النادي الاهلي مباراه كبيره تليق باسمه وبتاريخه وبجماهيريته الكبيره يعني والعريضه على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي بشكل كامل يعني. طيب احنا مش عايزين نسبق الاحداث ونقعد نقول الدوري السنه دي شكله عامل ايه، والدوري السنه دي التنافسيه فيه كذا، والدوري السنه دي مضمون للفرق الفلانيه، لان لسه اتس تو ايرلي او لسه بدري جدا طبعا. بس في شواهد بتبقى موجوده واحنا ده اللي احنا ناقشناه مع بعض دلوقتي. لكن انا لما هتكلم عن النهارده الاهلي والاسماعيلي وهقول ان الاهلي باذن الله تفوق بشكل كبير، انا بتكلم كمان على الارض فنيا، هل بتشوف ان ده كده ربما هيدي دفعه كبيرة، ولا ربما بالعكس يجيب نتيجة شوية ان يبقى في ثقة زايدة، وخصوصا ان يعني احنا بنقول ايه، احنا مش عايزين ده يحصل، بس ربما ممكن ان هو يحدث في بعض الاحيان وبيحصل للعيبة عالميين يعني. فقصة ان انا ضربة البداية عندي تبقى موفقة جدا، هل ده بتؤثر على مسيرة بقية ماتشات الدوري بالسلب؟ انا مش بتكلم بالإيجاب، هل بتحدث يعني؟ اكيد يعني هو النادي الاهلي ما عندوش حتة يعني حته ان انا عندي ثقه زياده، احنا كان الاهلي بيبقى مخلص بطوله النهارده كسبان بطوله بيقول لك قفلنا الصفحه وعندنا بطوله ثانيه، وجماهير النادي الاهلي ضغط على الاهلي وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى الاداره ضاغطين بشكل كبير ان احنا ما بنبصش غير على البطولات، احنا مش معنى ان احنا بنكسب مباراه بنبقى خلاص خدنا اللي احنا عايزينه او هو ده اقصى طموحنا او ده الغايه من الموضوع. لا، النادي الاهلي نادي بفلسفه وباستراتيجيه مختلفه جدا وبعقليه مختلفه جدا عن بعض الانديه او معظم الانديه الثانيه، عنده اهداف محليه واهداف افريقيه بيسعى لها واهداف عالميه، يمكن لما وصلوا الثالث قال لك احنا عايزين نبقى في الثاني او عايزين نبقى يعني ناس على مستوى العالم يعني، هم وصلوا الثالث مرتين او اكثر يعني، لكن شايف ان هم كمان المركز الثالث ما بقاش يعني عادي، بقى عادي بالنسبه لنا احنا عايزين اعلى. فلما كان عندهم العشرة البطوله العشرة عايزين ال11، لما كان عندهم ما اعرفش ال42 في الدوري عايزين ال43 و44، طول الوقت النادي الاهلي بيدور على
المزيد، هل من مزيد طول الوقت. فانا شايف ان دي مش فلسفه النادي الاهلي ابدا، ولا اللاعبين ولا الجهاز الفني. وانا شايف خصوصا ان احنا في موسم بنعوض اصلا، يعني الجهاز الفني الجديد ده جاي علشان برضه يعني يثبت قدرته وجدارته وحقيته بان هو يدير النادي الاهلي فنيا. فانا شايف انه لا، اللعيبه كمان المتواجده عندها يعني زي ما بيقولوا يعني عندهم، هم راجعين من فتره اصابات وحاجات، عندهم اشتياق للكوره وللمكسب وللجماهير ويفرحوا الناس ويمشوا في الشوارع الناس تسلم عليهم يعني وتهنيهم او على السوشيال ميديا او ايا كان، الناس يبقى في يعني رد فعل بالزبط. كويس او مردود كويس مع الجماهير يعني. فانا شايف لا، النادي الاهلي النادي الاهلي مش هيتعامل مع المباراه النهارده ان هي مباراه يعني هينه او مباراه بسيطه، هيتعامل معاها ان هي مباراه كبيره أكيد. واكيد هي مباراه كبيره ان النادي الاسماعيلي طرف، ودايما النادي الاسماعيلي ايا كان مستواه في الدوري قصاد الاهلي بيبقى المباراه ليها شكل مختلف. هي دي حقيقه، بس معظم الفرق معظم الفرق بس الاسماعيلي بشكل اكتر. انا ليه بسال السؤال ده؟ لان لو انت قارنت كده بمواسم فاتت وتحديدا الموسم اللي فات، هتلاقي كده في، مش هذكر اسماء الفرق بس حضرتك هتعرف انا قصدي على مين، تلاقي فرق كده تالقت مثلا 3-4 ماتشات ورا بعض فاخذت الثقه وتالقت مع يعني مع فرق ثانيه تكاد تكون صعبه، فلما بتتالق تيجي بقى مع فرق ضعيفه تقوم لعبه وحش جدا فتلاقي نتيجه وحشه جدا. فده انا اخشى ان هو يتكرر هذا أكثر. الموسم عشان كده يعني. كنت بسال النقطه لا دي، بص نقطه مهمه. هو في نقطه، في فرق بين ما بين انا مستهتر وفي فرق بين انا يعني عندي مشاكل فنيه في الملعب مش قادر احلها. الفرق كبير جدا، انا مستهتر يعني قادر بس انا مستهتر، ده طبعا عيب كبير جدا جدا. ولكن العيب الاكبر كمان ان انا ما يبقاش عندي حلول للمشاكل الفنيه موجوده في الملعب، بمعنى ان انا مش قادر اوجد ثغرات جوه دفاعات الخصم واخترقها واحرز منها اهداف. انا استبعد جدا النادي الاهلي بقدرات اللاعبين اللي موجوده والاداره الفنيه اللي موجوده ان هم يبقى عندهم المشكله الفنيه دي. وبرده على الجانب الاخر برده اللي هو الاستهتار، انا شايف ان النادي الاهلي برده بعيد عن النقطه دي، ولكن تمام. ممكن يحصل حاجه اللي هي يعني داي اوف او يعني مش يومك النهارده او مش في افضل الحاله العامه للفريق، ده وارد مش ما بيكونش طول الوقت او مش في كل الماتشات، ولكن ممكن يقابلك مباراه بالشكل ده بتبقى انت يعني مش يومك وبتبقى يعني. لكن ان شاء الله اتمنى ان هو ايام الاهلي كلها تبقى ايام جيده وموفقين فيها دايما. زي ما وقفنا عند النادي الاهلي وكلمنا عن كل التفاصيل المتعلقه سواء بالفريق نفسه او بالجهاز الفني الجديد، ما تيجي نقف ولو لدقائق عند جمهور النادي الاهلي، لان احنا ساعات كتير بنقول المتاحه لينا للاسف احنا ممكن يعني حابين نقضي اليوم بس للاسف هي الدقائق دي المتاحه لينا على نهايه الفقره. هل جماهير النادي الاهلي، احنا بنتكلم على طبيعه وخصائص هذا الجمهور طبعاً. دايما بتتقال جمله الضغط اللي الجمهور بيشكله او اللي الجمهور بيوجده على سواء اللعيبه او على الجهاز الفني، كلمه ضغط الجماهير، هل جماهير النادي الاهلي من حقها يعني، هل هو حق مشروع ان هي تطالب دايما بكل البطولات اللي الاهلي طرف اساسي فيها، ولا هو طمع، ولا هو غياب للمنطق؟ لان في بعض الاحيان بيبقى في امور خارج عن الحسابات. فهل لجمهور النادي الاهلي طبيعه خاصه بتخليه دايما يعني، اي جمهور لاي نادي في الدنيا بطبيعه الحال بيتضايق لما فريقه بيخسر، ده منطقي جدا طبعا. لكن فكره ان انت يبقى عندك حاله رفض للمبدا نفسه دي تخلينا نقف عند الجمهور، انت شايف جماهير النادي الاهلي عامله ازاي؟ لا والله هو ضغط صحي جدا ان هو بيطالب بنجاحات يعني، هو ما بيطالبش بحاجه ما بقولكش يعني لا، بيطالب بنجاحات بس لما بيكون في اخفاقات هو بيكون اول داعم ومساند للفريق يعني. انا ممكن اوكي تمام يعني لما يحس ان الفريق زي ما الاستاذ نواد بتقول مش متكاسل مش مستهتر مش عامل اللي عليه او لا قدر الله قابله عقبات هو ملوش يد فيها، دي حاجات قدريه يعني اصابات زي اللي حصل الموسم اللي فات اوكي تمام، بيكون داعم ومساند ومتفاهم الكلام ده بشكل كبير. ولكن على المستوى ان انا ضاغط، لا ضغط صحي جدا جدا. في انديه بيروح منها يعني نادي بيراميدز ده لعدم وجود جماهير وحته الضغط ده على اللعيبه ان انا بطالب على طول الوقت رغم ان هم عندهم امكانيات جيده جدا جدا على المستوى البشري والمادي موجود اللعيبه على اعلى مستوى، جهاز فني على اعلى مستوى، ماديا ما شاء الله يعني امكانيات عاليه جدا جدا. ولكن حته الضغط الجماهيري عليهم ان انا بطالب ببطوله ده مش موجود، لذلك مش عارفين ياخدوا بطوله حتى الان. لا الضغط الجماهيري ده ضغط صحي جدا، انا شايف ان انا من افضل
من افضل الحاجات الدعم للنادي الاهلي جماهيره طبعا، ومن اكتر ونسبه لما الناس بتقول اللاعب رقم 12 بقول اللاعب رقم واحد، اللاعب رقم واحد ان الجماهير الجماهيريه اللي بتدي الدافع وبتدي البراشر بتدي البوش للاعيبه او يعني حتى يعني الاداره اللي هي مجلس الاداره ككل كابتن الخطيب او ايا كان مين اللي متواجد على مر السنين للنادي الاهلي، الوقود اللي هو اللي بيحرك المكنه او الماكينه كلها هو الجمهور، يعني هو ده اللي صحيح. بيحرك مجلس الاداره بتاع الجهاز الفني في كل العصور على رايك دايما بيبقى جماهير النادي الاهلي نصب اعين كل صناع القرار في النادي، بيكون هم المحرك الاساسي، يعني بيكون هم المحرك الاساسي، ودي حاجه طبعا احنا يعني يحسد عليها النادي الاهلي جماهيره العظيمه والعريضه في كل مكان دي. جميل، احنا بنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، نورتنا وشرفتنا، وما تغيبش عندنا بقى لازم تكون معانا قريب. انا اللي بشكر حضراتكم جدا وبكون مستمتع كالعاده يعني. وان شاء الله وشك يبقى حلو معانا كده، وقبل كل مباراه نورنا، يعني نتمنى باذن الله كل الخير النهارده، وتبقى مباراه تاني احنا نرجع له مباراه قويه، وفي نفس الوقت تكون النتيجه لصالح النادي الاهلي، ان احنا نستحق ان احنا نفرح، واحنا في نفس الوقت عندنا ما يكفينا ان احنا نكون كمان النهارده باذن الله الفائزين، وتبقى ضربه بدايه زي ما بيتقال كده، زي ما افريقيا وفقنا ان شاء الله نوفق كمان في الدوري المحلي. هنروح فاصل وهنرجع، وهرجع لوحدي بقى، مش كريم مش هيرجع معانا، هيبقى معايا فقره مع دكتور علاء الدين، وهنتكلم عن السمنه، ولكن تحديدا بقى في بيقول لك يا كريم 36 كان 36 تقريبا مرض بيجي نتيجه نتيجه السمنة. ده حاجه 40 ده قالوا 44 كمان. لا وصلت ل 44 انا فقرتك ال 44 ما اعرفش انت فقرتك ايه وضعها. 46 يبقى 46 ايوه هو زاده. على كل حال هنروح فاصل وهنرجع، اعتقد هتبقى فقره مهمه جدا، زي ما احنا بنقول ملف السمنه ده للاسف الشديد موجود يعني في كل بيت، ما فيش بيت ما حدش تقريبا بيعاني من مشكله زياده وزن او سمنه. فاصل ونرجع نكمل. طيب هنرجع هنقول تاني وتالت عن مرض السمنة والأمراض اللي بيسببها مرض السمنة. النهاردة هنتكلم بلغة الأرقام بقى، مفروض أن السمنة بلغة الأرقام بيفتح أكتر من 46 باب للأسف الشديد جدا للأمراض المختلفة. كتير ناس ما عندهاش المعلومات دي وبيقولك 46 تحديدا، شمعنا مش 50؟ يعني هنعرف كل التفاصيل دي، بس فكرة الثقافة بجد اللي موجودة عندنا أو اللي منتشرة إلى حد كبير بين الأهالي وبين الأسر المختلفة المصرية، اللي يقول لك انا عايز اخس لكن انا ما عنديش اراده سيبها على الله، الحاجات اللي زي كده للاسف الشديد بتفتح علينا ابواب كتيره جدا من الامراض المختلفه اللي بندفع ثمنها مش احنا بس، احنا واسرنا للاسف الشديد. بعد كده هنتكلم في كل ده، وهنتكلم كمان في ايه هو العلاج السريع وايه هو العلاج السهل اللي نقدر من خلاله ان احنا نعالج هذه المشكله. خلينا نرحب بس بالدكتور علاء الدين احمد، اخصائي تغذيه العلاجيه اللي منورنا. بونجور، احلى صباح من احلى قناه لاحلى محاوره للاستاذه نهاوند. ربنا يخلي حضرتك والله يا دكتور. طبعا كالعاده بكون سعيد بوجودي مع حضرتك وبوجودي في قناه الاهلي بيتي. طبعا ده بيتك ومنورنا فيه دايما، واحنا بنستفيد من حضرتك يا دكتور. والنهارده معانا بقى لغه أرقام. احنا دايما كنا نقول السمنة بتعمل أمراض وحاجات زي كده، بتسبب أمراض وقد تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان، بس احنا النهاردة بنتكلم بسبيسيفيك 46 باب من الأمراض المختلفة. ليه بقى فعلا 46؟ بس خليني الأول، المقدمة بتاعتك أكثر من رائعة، وخلينا نسترجع كده من سنتين ثلاثة لما الرئاسة تبنت مشروع 100 مليون صحة. طبعا كنت هتلاقي أن الأيتمز الأساسي فيه هو السمنة، وابتدوا حتى يبحثوا السمنة من الأطفال من الصغر. ليه؟ حضرتك لو رحت لاي تخصص تتخيليه او ما تتخيلوش، اول حاجه بيبحث عنها هي زياده الوزن والسمنه. اي تخصص، حضرتك لو رحت بتاع العظم لازم يظبط لك وزنك الاول، حضرتك لو رحت بتاع القلب، حضرتك لو رحت بتاع الصوت مفاصل كله اي حاجه، حضرتك بتاع الرمد بيبحث كمان، لان هم اكتشفوا ان زياده السمنه بتاثر في عمليه الامراض الرمد. حضرتك النساء، حضرتك امراض الذكوره، في الامراض النفسيه حتى تؤثر عليها السمنه. حضرتك كل الامراض اصبحت السمنه هي العامل المشترك في جميع الامراض حضرتك تتخيلها وما تتخيلهاش. صحيح، هو 46 حضرتك لحد دلوقتي، ان ممكن الرقم ده بيزيد. لان حضرتك الرقم ده هتلاقيه من سنتين تلاته كان 40. يعني مثلا حضرتك مثلا بتاع الانف واذن يقول لك اول حاجه لازم تظبطها لي هو الوزن، لان اكتشفوا ان زياده الوزن بتؤثر في موضوع الجيوب الانفيه، وفي بعض الاحيان بتؤثر في عمليه الشخير اللي بتؤدي في بعض الاحيان للاختناق. يعني مثلا دي حاجه جديده. خلي بالك، فهنكتشف في الاخر او هنوصل في الاخر ايه، ان السمنه هي العامل المشترك او الاساسي في معظم الامراض، وبالتالي معظم التخصصات اللي حضرتك بتروح تشوفها عند الدكتور.
للاسف الموضوع فعلا متشعب بشكل كبير جدا وخطير في نفس الوقت. احنا مش طالعين نتكلم عن سمنه وشكل جمالي وخلاص، لا لا. يعني لا، كان لازم شويه ان احنا برضو نوعي الناس. بس خلينا نبدا، احنا كده اتكلمنا عن الازمه واتكلمنا عن الثقافه بتاعتنا، ان احنا برضو ثقافه اللي هو انا عايز اعمل كل حاجه باقل مجهود ممكن. ازاي ممكن بالثقافه دي ان انا اتكلم؟ وطبعا احنا منتج بيستا، احنا يعني في سلسله، في يعني سلسله حلقات عنه، طبعا احنا برضو بنتكلم عنه النهارده، بس حابين نوضح النقطه دي. ازاي ممكن من خلال المنتج ده المستهلك او المريض يقدر ان هو يخس بسرعه، يخس من غير اي اضرار كمان؟ لان في ناس بتخس وبيبان عليهم بشكل سيء جدا طبعاً. وفي نفس الوقت ما يرجعش يزيد تاني لو بطلوا او لو حصل اي اختلال في اللايف ستايل او غيره. خلينا ناخد من مقدمه حضرتك واللي حضرتك قلتيه دلوقتي، هي الثقافه. الهدف الاساسي من الفقره بتاعتنا في قناه النادي الاهلي هو ازاي ان احنا نوصل للناس الثقافه، لان حضرتك لما يبقى عندك الثقافه الغذائيه او الثقافه الدوائيه هتتعامل صح، وبالتالي ده هينعكس على كل حاجه انت بتعملها. حضرتك خلينا نرجع كمان، هل بيستا لما نزلت حلت مشكله؟ حلت مشكله، ومشكله كبيره جدا. حضرتك هي ليه السمنه في الفتره الاخيره زادت؟ ده سؤال لازم كلنا نسال نفسينا ليه. كان حضرتك من ضمن الاسباب حضرتك مثلا وسائل الرفاهيه، يعني حضرتك زمان مثلا في التلفزيون حضرتك كنت تقومي تحولي التلفزيون بنفسك، دلوقتي اصبح الريموت. حضرتك النهارده كنت ممكن تلاقي الساكن في الدور الثاني او الثالث بيطلع رجليه، دلوقتي بيركب اسانسير. تمام، حضرتك زمان كانت الفاست فود ما كانش منتشر بالكثر اللي موجوده دلوقتي. بصراحه فعلا مش كده بالظبط. زمان كانت طبيعه اكلنا مختلفه، كنا بناخد في اكلنا كله معظمه الياف، ده ما اصبحش مش موجود دلوقتي. وده بيستا اللي حلت هذه المشكله. هي بيستا عباره عن ايه؟ هي عباره عن مجموعه الياف اللي احنا ما بنقاش ناخدها في اكلنا، يعني احنا اكلنا اصبح كله ما فيهوش الالياف. هل الالياف دي مهمه؟ طبعا مهمه. مهمه ليه بقى؟ طب لو حبينا نشوف الاول مكونات بيستا ونشوف الاهميه بتاعت بيستا. اوكي، بص حضرتك، بيستا عباره عن مجموعتين، مجموعه الياف ومجموعه حاجات تانية هنتكلم عليها بالتفصيل. لو حبينا نتكلم على الالياف، بنتكلم على الياف ذوبه اللي هو بنتكلم على السيليوم والشوفان، وبنتكلم على الالياف غير ذوبه اللي هي الرده. وعلى فكره بيستا هو المستحضر الوحيد اللي موجود في مصر اللي فيه حته الرده، وهنعرف فائده الرده ايه. لو حبينا نتكلم على الياف الذوبه اللي هي الشوفان والسيليوم، الياف الذوبه دي حضرتك بتعمل ايه بقى؟ هي بتدوب في الميه. يعني ايه بتدوب في الميه؟ حضرتك لما تاخديها بتعمل لك كتله هلاميه، كتله هلاميه لما حضرتك بتاخديها بتنزل المعده، فبتقلل بتنفخها او بتنفش، بتقلل احتياجات المعده من الاكل عشان لأن بتنفش. انت مليت المعده مليت المعده بالسيليوم والشوفان. وخلي بال حضرتك، حضرتك قلت حاجه في منتهى الاهميه في المقدمه، ان انا عايز ادي للعيان بتاعي حاجه ما تجيبلوش اي اضرار ثانيه. بالظبط، عشان كده انا بقول ان بيستا مكون منتجات طبيعيه وامنه. يبقى النهارده الشوفان والسيليوم اللي هي الياف الذوبان، حضرتك لما خدتها قبل الاكل بنص ساعه نزلت معدتي نفشت، فبالتالي احتياجاتك للاكل قلت. وده اول حاجه هتلاحظها في بيستا، اول ما بتاخد بيستا هتلاقي احتياجاتك للاكل قلت، عشان كده بيتحكم في الشبع وحته اللي انك كميات الاكل تقل. تمام تمام. الرده اللي هي اللي بيستا المنتج الوحيد اللي موجود في مصر في موضوع الرده ده، الرده دي الياف ذوبه غير ذوبه، بتنتقل من المعدة للأمعاء في صورتها الطبيعية، فبالتالي بتخليك تخش الحمام بصورة طبيعية. ودي هتلاقي تانية يعني بتحسن الجهاز الهضمي من حركة الأمعاء. أوكي، وخلي بال حضرتك مشكلتنا مع الناس اللي بتعمل أنظمة غذائية أو عايزة تخس إن هي بتشتكي دايما من حتة الإمساك. أنا بقول له لا، أنت مع بيستا مش هتعاني من حتة الإمساك. أنت من مجرد ما تاخد بيستا من اول باكو انت بتاخده هتحس ان دخولك الحمام بقى اصبح بصوره منتظمه، ودي بيستا هنا بتتميز عن كل المستحضرات اللي موجوده في السوق. يبقى بيستا في حاجتين اول ما تاخدهم هتلاحظهم، كميه الاكل اللي انت بتاخدها بتقل، ده رقم واحد، وبالتالي هنا انت عملت نظام غذائي بس ما منعتش. يعني ايه؟ انت بتاكل كل الاكل بس كمياته قلت، وبالتالي السعرات الحراريه داخل جسمك قلت، وهتلاحظها من اول باكو. الحاجه الثانيه مشكله الامساك هنا تغلبنا عليها. تمام تمام. طيب اذا احنا هنا اتكلمنا على الياف الذوبه اللي غير الذوبه، بس الياف الذوبه فيها ميزه كمان، ان هي بالاضافه ان هي ادتك احساس بالشبع وكميه الاكل قلت، بتعمل ايه؟ بتحسن من حساسيه الانسولين للجلوكوز. الجلوكوز ده اللي هو جاي من الاكل اللي بتاكله، اللي هو جاي من الكربوهيدرات. فايه اللي بيحصل؟ انك اي كميه جلوكوز هتوصل دمك الانسولين هيستجيب ليها، فهياخدها يدخلها الخلايا. علشان كده انت وانت بتاخد بيستا مش هتحس باي، يعني مش هتحس ان انت خملان، لا انت مصدر للطاقه الداخليه. اوكي. الحاجه الثانيه
ان بيست بما ان هي الياف غير ذوابه بتمنع امتصاص الدهون، فبالتالي انت لو واكل اكله فيها كميه دهون عاليه الالياف الغير ذوابه اللي موجوده بتمنع من امتصاص الدهون. طب هل بيست اكتفت بذلك؟ لا، هو في تاني؟ في تاني. الكروميوم 500 ملي جرام، وبرضه بيست هو اكتر تركيز موجود في اي مستحضر داخل مصر فيه هذا التركيز. والكروميوم فايدته ايه بالظبط عشان برضه الناس تبقى عارفه؟ الكروميوم على فكره دي ماده طبيعيه موجوده في الجسم الانسان. اوكي. مع العادات السائية ومع تقدم السن الماده دي بتقل. الماده دي لما بتقل ايه اللي بيحصل؟ الماده دي مسؤوله ان هي بتزود حرق النشويات اللي هي بتمثل حوالي من 40 ل 50% من الاكله بتاعتنا. كلنا بناكل مكرونه، كلنا بناكل عيش، ده وجبه اساسيه. فايه اللي بيحصل لما كروميوم يقل؟ نسبه حرق النشويات بتقل. انا بقول لك مع بيستا لا، انا هديك الكروميوم فبالتالي نسبه الحرق عندك هتزيد، حرق النشويات والكربوهيدرات. اوكي، تمام. يبقى الكروميوم هنا بتعمل ايه؟ بتزود من حرق النشويات. تمام. الحاجه الثانيه ان هي بتقلل من امتصاص الدهون. خلي بال حضرتك، انا هتلاقي بيستا عملت حاجه لذيذه جدا. هي بيستا خلتك تقلل كميه اكل ولكن حافظت على الكفاءه الحيويه بتاعتك، لان احنا بتواجهنا مشكله مع العيال. لا، دي معادله على فكره يا دكتور يعني صعبه، لان انا اي دايت في الدنيا فبالتالي اللي داخل اكتر بيكون اقل، فبالتالي الفيتامينز بتقل. ففكره ان انا لا انا بخس وفي نفس الوقت جسمي ما بينقصوش فيتامينز مؤثره، مع طبعا الكورس اللي احنا هنتكلم فيه ليتر اون، فده بيفرق بشكل كبير. حضرتك اثرت كلمه الفيتامينات، ودي تخليني اقول ان احنا عندنا برضو في فيستا في فيتامين سي بتركيز 30 ملي جرام، وده تركيز مناسب جدا لان الفيتامين سي بتزود امتصاص الحديد اللي ان انا برضو المشكله بواجهها مع المريض بتاعي اللي هو بيعمل انظمه غذائيه ممكن يخش مني في انيميا. بقول له لا، انت النهارده اي كميه حديد هتاخدها فيتامين سي هيزود امتصاصها، بالاضافه ان هو بيزود عمليه الحرق. اوكي، نقول بقى الجرعه في الاخر بتاعت بيستا دي مهمه جدا. ان انا بحط الباكو على كوبايه ميه كبيره وباخدها قبل الاكل بنص ساعه قبل الوجبه الاساسيه بتاعتي. ما نزودش بقى لو انا هاكل حاجه صغيره. لا. بتاع لا. لا، لازم وجبه اساسيه. الوجبه الاساسيه على فكره، بس في ناس بتاكل في الفطار كويس وفي الغداء كويس وفي العشاء كويس، يبقى ياخده. انما هو الوجبه الاساسيه بتاعته او معزوم بره يبقى ياخد بيست قبل الاكل بنص ساعه. ده هينفع في رمضان بشكل طبعًا. يعني كبير طبعًا. طبعًا. يعني قبل الفطار كده اشرب ميه معاه وبعد كده استنى لو اقدر خليها تلت ساعه في رمضان بقى وربع ساعه. خلي بالك احنا بنتكلم على الايديا، لان هو ممكن يتاخد ربع ساعه نص ساعه. طب جريت، حلوه دي برضه. حضرتك اثرت موضوع الفيتامينات. ايوه، نرجع بقى عشان نتكلم بالتفصيل اكتر فيها. بص حضرتك، البايو ناتشرال هي القصه بتاعتها ان هي بتدي بورتفوليو كامل للعيان بتاعها، وهنعرف كمان في اخر الحلقه النهارده ليه هي قفلت البورتفوليو ده كويس قوي. بتواجهنا مشكله مع العيان اللي بيعمل انظمه غذائيه ان هو كميه الفيتامينات والمعادن عنده بتقل، فبالتالي اللي بيحصل ان هو بيبقى عنده خمول وعنده كسل. وخدي بقى المعلومه الثانيه، ان وجدوا ان كميه الفيتامينات والمعادن لما بتقل ايه اللي بيحصل؟ كميه الحرق بتقل. فهتلاقي العيان اللي بيعمل نظام غذائي بعد شهر يقول لك انا ما بنزلش. ما هو انت ما بتنزلش ليه؟ لان كميه الفيتامينات والمعادن اللي عندك قلت، فبالتالي الحرق قل. ده اللي القلب مالتي فيت حله بقى. القلب مالتي فيت هنا بقى بنتكلم عن القلب مالتي فيت. هو المكمل الغذائي، هو المكمل الغذائي والمكمل بتاع كورس بيستا. اوكي، يعني انت بتاخد بيستا علشان تعمل نظام غذائي بطريقه غير مباشره، وبقول لك لا انا برضو هخليك تخس فور ايفر ليه؟ او تظبط وزنك عند حد معين، لان انا هديك فيتامينات ومعادن اللي انت بتفقدها مع انك بتعمل نظام غذائي. ايه بقى القلب مالتي فيت ده؟ القلب مالتي فيت عباره عن 13 عنصر من العناصر الغذائيه اللي انت لازم تبقى بتحتاجها. ودايما كنا زمان تروح تلاقي مثلا الزنك موجود في علبه لوحديه وفيتامين سي موجود في علبه لوحديه. لا، انا جمعت لك كل الفيتامينات والمعادن الضروريه والمهمه وجمعت لك كلها في قرص واحد اللي هو القلب مالتي فيت. على سبيل المثال موجود مثلا الزنك فيها، والزنك فيها التركيز بتاعه 13.23.9، وده احتياجاتك اليوميه من الزنك. طب ايه الزنك بيعمل ايه؟ الزنك واحنا داخلين على فصل الشتاء ونزلات البرد بتزيد، فانت النهارده محتاج حاجه تقوي المناعه بتاعتك. بالزبط. انا بديك الزنك. حضرتك لو تفتكر زمان كان اي حد من السيدات بيشتكي من مشاكل الشعر بيعمل ايه؟ بيروح للدكتور فيكتب له الزنك، بس كان بيكتب له الزنك لوحده. انا بقول لك لا، انت هتاخده عن طريق القلب مالتي فيت. مش كده كمان، وجدوا ان الزنك لما بيقل عمليات الحرق بتقل، فانا بقول لك لا انا هديك القلب مالتي فيت عشان احافظ لك على نسب الحرق بتاعتك في النظام الغذائي اللي انت عامله. طيب نروح بقى على فيتامين سي. التركيز بتاع فيتامين سي موجود في القلب مالتي فيت اللي هو ال 500 ملي جرام، وزمان كان بنجيب الفيتامين سي لوحده. انا فاكر حضرتك قلت في مره احنا بنجيبه في صوره فوار. لا، انا حطيته لك في صوره قرص
مع مجموعه من الفيتامينات والمعادن، فيتامين سي بقى بيعمل ايه؟ بيرفع كفاءه المناعه، بيزود امتصاص الحديد، بيساعد على نضارات البشره، بيساعد في عمليه الحرق. بس انا عندي سؤال، اتفضلي. الدوز نفسه يعني او البرسنتج بتاعت كل فيتامين، هل هي البرسنتج الكافيه ان هي تمدني بكل اللي حضرتك بتقوله ده، ولا بتبقى برسنتجز يعني غير فعال عشان نقدر نحطها ان هي تبقى سيف مع اي مرض مزمن مع اي حاجه؟ يعني خلينا نوضح. اثرت نقطه، لو تلاحظي انت بدايه الحلقه انا عماله اثير نقاط. لا لا ده كويس جدا، ما هو ده انا الهدف دكتوره. على فكره ده الهدف الاساسي من الفقره بتاعتنا. صحيح. ان احنا بندي معلومه للمشاهد بتاعنا ربما تكون فعلا في ذهنه، فهو بياخدها، بياخد بيتعامل مع اكله او الدواء بتاعه بفكر او بثقافه. حضرتك انت اصلت معلومه جدا في اول المقدمه، احنا بنتكلم في ارقام عشان كده يطلع زي ما عملوا ايه، الزنك 23.9 وده احتياجاتك اللي انت محتاجها على مدار يومك. اوكي. ممكن تكمل ده بانك بتاخد بقى مصادر بروتين بلحمه او مصادر نباتيه فول، فانت بتاخد عن طريق الالمنتفيت احتياجاتك اليوميه اللي انت محتاجها جسمك من الزنك. فيتامين سي، فيتامين سي انا بديك 500 ملي جرام ومديك مساحه انك ممكن تكمل ده عن طريق الاكل بتاعك بال 500 ملي جرام التانيين، يبقى انا وصلتك ل 1000. واخد بال حضرتك؟ طيب نيجي نتكلم على الكبر. الكبر هو تركيزه موجود 3 ملي جرام. الكبر ده بقى حضرتك اكتشفوا ايه؟ ان هو بيقلل من اعراض الشيخوخه، يعني الناس اللي هي شعرها بيبيض بسرعه ده لما جم يعملوا التحليل بتاع الكبر بتاعها او النحاس اكتشفوا ان النحاس عندها قليل. وكمان اكتشفوا ان النحاس بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه. لما يحصل عندك كسل في الغده الدرقيه اللي يحصل الحرق يقل. فلما بديك النحاس في القلب ملتيفيت ايه اللي حصل؟ انا زودت لك عمليات الحرق اللي انا حسنت من كفاءه الغده الدرقيه. عشان كده بنقول القلب ملتيفيت جزء لا يتجزا من ايه؟ من بيستا. تمام؟ أوكي. يعني انت لما بتاخد بيستا بتاخد القلب ملتيفيت، انا اديتك الحاجه المتكامله اللي لما تاخدها تحافظ على عمليه التخسيس بتاعتك. معنا وقت ولا بكل البرسنتجز اللي الجسم محتاجها وليس اقل. تمام. دي اللي انا عايزه اكد عليها. طيب احنا معانا وقت بس قليل يا دكتور، فخليني اروح برضو لبعض اسئله الساده المتابعين. واحده هبه بتقول انا وزني 130 طولي 155 وعندي مشكله في رجلي وسنها 27 وده امر طبيعي يعني يبقى عندها مشكله الوزن، طبعا مع الطول صعب جدا. لو حاجه هو بس مشكله رجلها نتيجه الوزن الزايد. واحنا اتفقنا ان لسه قايلين لسه قايلين ان مرض السمنه وزياده الوزن هو عامل مشترك في كل الامراض اللي حضرتك ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. بس هو بينشر هنا عملت حاجه جديده من حضرتك اثرتي سؤال المشاهد ده. عندنا فريق عمل موجود بيتابع الحاله ويكلي اسبوعيا. يا حضرتك لما بتتصل بالفريق العمل بتاع بايو ناتشرال ايه اللي بيحصل؟ بياخد منك الوزن والطول وبيبتدي معاك الكورس بتاع بيستا والقلب ملتيفيت وبيتابع معاك حضرتك بتديله الوزن بتاعك كل اسبوع كانه بالظبط انت عارف حضرتك عارفه الاونلاين. أيوة. او احنا شغالين مع يبقى المستهلك شو المريض او نقول المريض المستهلك واتيفر لو سمنه يبقى شويه مريض برضه. لا هو لو سمنه هيبقى مريض. لكن الناس اللي عايزه تخس 3 4 كيلو مش هقدر اقول عليه مريض وزن. يعني ده زياده وزن. هو بيشتكي من زياده الوزن. هنقول المستهلك عشان كده هنقول ده وده. ففي متابعه مع الشركه فانت هتحس ان انت اوريدي عندك دكتورك الخاص، فدي نقطه حلوه جدا. لا هو شركه بنشر يعني غطوا علينا احنا. او ليه بقى؟ لان هو كده فريق عمل متخصص في التغذيه العلاجيه بيتابع مع العيان بتاعه، فاحنا خلاص ما بقاش لينا شغل. بس احنا يهمنا في الاول وفي الاخر ايه؟ هو مصلحه العيان بتاعنا. طبعاً. ان انا هنا انا محتاجك اوصلك للتارجت بتاعك والتارجت بتاعي في نفس الوقت او التارجت بتاع اخصائي التغذيه العلاجيه. نروح بقى لحاله اخرى والوزن مع الطول صعب جدا. محمد رجب بيعاني من مشكله في اخر فقرتين في العمود الفقري، وزنه 171 وطوله 176. لا ده هو ده بص حضرتك عشان برضو ده اولا مؤشر الكتله بتاعه عالي جدا، ده هتلاقي مؤشر الكتله بتاعه ده متعدي ال 40. طبعا نرجع تاني عشان اعرف ازاي انا عندي نوع من السمنه، بجيب الوزن على مربع الطول، فده الوزن بتاعه على مربع الطول ده هنا حضرتك هتلاقي عنده اوفر ويت، عنده زياده في الوزن او بالزبط. سمنه. بص حضرتك بقى بيستا فيها ميزه تاني ودي حاجه احنا هنتفق ان احنا نعملها مع الساده المشاهدين اللي هم عندهم زياده في الوزن اللي هو السمنه المفرطه. 171 كيلو ده ليه انسان يسيب نفسه للمرحله دي؟ يعني انا بقول لحضرتك يعني حرام اللي بيحصل. مش احنا اتفقنا ان بيستا دي عباره عن منتجات طبيعيه؟ انا هقترح عليه اقتراح وده نتيجه للترايل اللي اتعملت، ان انا بدل ما اديله باك واحد على كوبايه ميه لا هديله 2 باكو على كوبايه ميه.
اوكي يعني ال زودت الجرعه بتاعته التفاعل الجرعه بتاع التفاعل بتاع الجرعه ممكن تزيد عادي يبقى سيف برضه مفيش مشكله ده هو منتجات طبيعيه انا اللي حصل ايه اصل انا عندي المشكله في هذا العيان ان انا محتاج اقلل له كميه اكل جامد شويه فبدل ما اديله باكو لا انا اديله اتنين باكو ويشوف وهو هيراقب نفسه يقول لك والله انا فعلا كميه الاكل عندي قلت بس خلي بالك ده برضه لازم يعمل لنا تحليل الغده الدرقيه وفيتامين دي علشان نشوف هو السمنه اللي عنده دي هل عشان هو بياكل اكل كتير ولا عنده مشكله اخرى طبيه لازم وراثيه او غيره لان تمام. فعلا الـ يعني صعب قوي يعني انا اي حد فوق 100 كيلو بحس ان الموضوع ممكن يؤدي لا قدر الله لامور احنا في غنى عنها تماما 100 كيلو ده تاني كتير تاني بنقول لحضرتك ان بيستا لو مؤشر الكتله اكتر من 35 احنا ممكن ندي 2 باكو في كوبايه ميه وده حل ده حل كويس حتى في روايل يعني زي كده بنقول اول شهر شهرين لغايه لما ما احنا خلي بالك اتفقنا ان احنا عندنا فريق عمل بيتابع معاه كويس هو بيشايف رايح فين وجاي منين دكتور علاء للاسف الوقت خلص بس لو عندك اي اضافه اخيره اتفضل بص حضرتك احنا اتفقنا في نطاق حوارنا قلنا ان كلمه شركه باي ناتشرال بتعمل حاجه متكامله النهارده اضافت حاجتين للكورس بتاعنا بالاضافه للبيستا والمالتي فيت عندنا حاجه اسمها الجرين كافي اللي هو القهوه الخضراء دي موجوده وبتتبعت مع الكورس وكمان ادينا فيتامين دي فري أوكي. يبقى انا النهارده اديتك كل الفيتامينات والمعادن بتاعتك اللي انت محتاجها والكورس بتاعك انا غطيته لك بحيث انك تاخد ده ماكسيمم افيكاسي او الكفاءه اللي انت عايزها من المجموعه كلها العلبه المالتي فيت البيستا خلي بالك نسينا نقول ان المالتي فيت بيتاخد بعد الفطار بنص ساعه على كوبايه ميه واديتك الكارين كافيه اللي هو الشاي الاخضر اللي هو القهوه الخضراء دي طعمها حلو قوي اصلا من دي. هايل لا ده كده كتير والله نورتني يا دكتور علاء شكرا اشوفك في حلقه جديده ان شاء الله وفقره اخرى يعني عن فكره هنا الصحه العامه وتحديدا السمنه عايز اقول لك على حاجه في الاخر تيجي الفقره اللي جايه او الحلقه اللي جايه هل ازاي البيستا حلت مشكله زياده الوزن في الشتاء في الشتاء والموضوع الحرق في الشتاء وغيره خلاص نعمل كده بشكركم جدا على متابعتنا وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي مع السلامه